طب ان شاء الله على ما نبدا، يا ريت عشان كده الناس تكتب ايه البرامج اللي هتشتغل بيها، يعني هو بشغل الاوتوكاد ولا الفوتوشوب ولا ال 3 دي ماكس، ايه البرامج اللي هو محترفها؟ الثري دي ماكس فيري وكورونا، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا السعداء بتواجد استاذنا الغالي باشمهندس محمد، هو من الناس اللي يعني محترف جدا في المجال ومعروف جدا في المجال، المحاضرات بتاعته ما شاء الله دايما مفيدة، وان شاء الله هيدينا مشروع معماري كامل بسبب 3 برامج، فوتوشوب و3 دي والماكس والاوتوكاد. ساعات الواحد بيتعلم برنامج بس مش عارف التطبيق العملي، فان شاء الله هنتعلم سوا التطبيق العملي باذن الله مع باشمهندس محمد. اتفضل يا استاذ. شكرا باشمهندس عمر، اشكرك جدا. في ناس لسه ما شاء الله لسه بتضاف اهو. اهلا بيكم جميعا باشمهندس الاعزاء، وشكرا طبعا باشمهندس عمر ليك جزيل الشكر طبعا انك اتحت لنا او اتحت لي انا تحديدا الفرصه ان اكون لايف مع الناس الطيبين حبايبنا دول، تمام. لان في ناس كتيره طبعا جدا هم عارفيني وانا عارفهم، في ناس تبعنا حبايبنا، و طبعا احنا بالنسبه للجداد برضه عشان ما حدش بس يفتكر ان احنا بنرحب بالقديم بس، لا احنا طبعا بالنسبه للكل، تمام. اهلا بالجميع، ماشي، سعداء بيهم جدا. في ناس لسه برضه هم معانا. فطبعا كل الشكر للبشمهندس عمر والفريق اللي معاه كله، عشان بس ما انساش حد، ما حدش يزعل مني، للجميع واحد واحد بدون ذكر اسماء طبعا عشان الجميع، ما حدش يقول لي بس انت ميزت حد عن التاني. بشكر الجميع طبعا على المجهود الرائع. احنا بقالنا في الموضوع ده يمكن فتره مش قليله، بقالنا في الموضوع ده يمكن حوالي قد ايه، قد ايه باشمهندس عمر؟ 3 شهور تقريبا بنرتب الموضوع ده لظروف طبيعه عملي وطبيعه عمل الجروب كله، لكن الحمد لله رب العالمين في الاخر توصلنا لنتيجه بتحديد المواعيد اللي احنا فيها.
تمام، اهلا بيكم جميعا. بدايه وان شاء الله زي ما قال باشمهندس عمر، تمام، النهارده ان شاء الله عندنا مشروع كامل بنتكلم فيه من اول الكاد بمرورا بالماكس والفوتوشوب المعماري. طبعا حبايبنا بقى الباشمهندسين جميعا، طبعا بحاول اشوف الناس اللي تبعت سلامات، طبعا اهلا بيكم جميعا. تمام باشمهندسه مش عارف لا ماشي خلاص الصوت اوكي تمام، في حد ماشي اوكي. طبعا الشرف لينا جميعا يا جماعه. باشمهندس محمد معانا حبيبي، كاد وماكس وفوتوشوب خفيف، تمام حبيبي ده يعني صديقي العزيز، تمام اهلا بيك. تمام طيب، ان شاء الله باذن الرحمن المحاضره او الكورس بتاعنا، مش هنقول بقى محاضره، الكورس ده بتاعنا يمكن انا حبيت انه يكون مميز شويه، يكون وركشوب شامل من اول ما بيجي يجي لك مشروع او يجي لك فكره شغل او يجي لك عرض شغل عايز تبدا تشتغل وتبدا منين وتتحرك ازاي. النهارده بصراحه كنت حابب ان انا او كنت بفكر بصراحه وكنت ناوي الامانه ان انا اعمله بس مباشر من الموقع، بس للاسف الموقع الجديد اللي انا شغال فيه لسه الاضاءه مش كافيه، فطبعا وقت تصوير ليلي كان هيبقى صعب جدا بالنسبه لي. الله يعزك يا باشمهندس، تسلم، الله يبارك لك. والله موضوع التسجيل والحاجات دي بقى دي ترجع لباشمهندس عمر والتيم الرائع اللي معاه، هم اللي قدروا ينظموا لنا القصه دي. تمام، ف دول ان شاء الله باشمهندس عمر اكيد معانا. ف فهمت قصدك، تمام ماشي، حاضر يا باشمهندس محمد، الله يبارك لك يا رب، وحشني والله وحشني مناقشتك، تسلم لي هندسه، ربنا يبارك فيك يا رب. فان شاء الله باذن الله احنا في الكورس ده او في الورك شوب ده احنا عايزين نركز على ازاي لما بيجي لي مشروع نشتغل فيه. وبالفعل انا دلوقتي شغال الحمد لله في مشروع، باشمهندس احمد اهو بيرد عليه بيقول لكم ان شاء الله مسجله وتنزل على موقع على قناه بيم اريبيا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندسه او باشمهندس معلش الاسم مش واضح، تمام، فعليكم السلام. عموما فان شاء الله هنبدا كده في الشغل بتاعنا من الاول خالص، وازاي بنبدا نشتغل ونحدد الشغل بتاعنا من A to Z ان شاء الله. فده هيبقى ورك شوب، ناس كتير الحمد لله حضرت معايا يمكن الكورسات دي قبل كده، وده مراجع ليهم وهي افاده. والناس طبعا الجديده اللي اول مره هيبقى ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ان انا الله يبارك لك يا باشمهندس هندى، الله يخليك يا رب يا رب، ربنا وفقنا جميعا يا رب، وربنا يجعله جميعا في ميزان حسناتنا ويجازينا خير ان شاء الله على تعب ومجهود، بالذات طبعا التيم بتاع الباشمهندس عمر، ربنا يوفقهم خير يا رب. فان شاء الله المشروع ده او البروجكت اللي احنا شغالين فيه ده اتمنى، الله يبارك لك يا باشمهندس مازن، الله يعزك يا رب. عليكم السلام باشمهندسه هنا، الله يبارك لكم. ده الناس حبايبنا والله كتير قوي على فكره يا جماعه، الناس حبايبنا دول انا برحب بيهم طبعا، دول يعني اعزاء عليا جدا والله، وسعيد بيهم جدا التقيت بيهم والله بجد، مش عايز اقول لكم انا بحبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام باشمهندسه نهى، اهلا بيكم، اهلا بيكم جميعا، سعيد والله جدا بيكم، سعيد والله. باشمهندسين من يعني من كافه الوطن العربي، انا مش بتكلم في مصر بس، لا الحمد لله معانا. الله يخليك يا رب. وعليكم السلام باشمهندس عادل. فالناس بصراحه حاجه بتبقى جميله جدا، بنحس بالروح الحلوه اللي بينا وبالبعض، وناس من كل مكان. فاحنا دلوقتي عايز اقول لكم احنا شغالين حاجه كده يعني ايه انترناشونال كده، مجتمعين جميعا مع بعض، وربنا يا رب يوفقنا دايما للخير يا رب. فالورشه بتاعتنا ان شاء الله احنا نشتغل ثلاث برامج، تمام، اللي هم بيهموا المعماري عموما، الكاد تمام والماكس اوكي والفوتوشوب. انا بصراحه حددت الثلاث برامج دول مع الباشمهندس عمر تحديدا. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك يا باشمهندسه ايمان، الله يعز رب حياه لكل اهلنا في السعوديه، الله يبارك لك يا رب. الورشه دي انا حبيت ان انا اشتغلها بتفصيل بمشروع، زي ما انتم عارفين يمكن بعض الناس عارفينها، كنا بنشتغل بناخد مشاريع واقعيه ونتناقش عليها ونشتغل عليها. وبالفعل انا عندي المشروع ده شغالين عليه، وعايز ابدا بالكاد ان ازاي لما يجي لي مشروع ارسمه، يعني ابدا من الاول كده الفكره جاي معروض عليا عرض معين، ازاي برسمه على الكاد خلاص. وفي ثلاث حالات هنتكلم فيهم في الموضوع ده، وازاي هشتغل طبعا على برنامج الكاد، وبينفعني في ايه الكاد وايه لازمته. يعني انا ليه ممكن بعض الناس يقول لي طب انا ممكن باشمهندس اشتغل مثلا على برنامج ال3 دي على طول، او الاظهار المعماري، سواء بقى انا بشتغل
ايا كان بقى شغال مثلا سي ماكس، شغال سكتش اب، شغال وات ايفر، اي كان البرنامج اللي انا شغال بيه، تمام. فممكن يقول لي لا والله طب انا ممكن مش محتاج الموضوع دي، مثلا احتاج الكاد. فالنقطه دي برضو هنوضحها في الشغل بتاعنا باذن الله. اوكي، واخترت طبعا برنامج الاظهار المعماري اللي هو الاشهر والاقوى، برنامج ال 3 دي ستوديو ماكس. اوكي، برنامج من اقوى البرامج اللي موجوده على مستوى العالم واشهرهم. انا بحاول طبعا ايه بضم الزملاء الجدد، تمام. بسم الله. تمام، اوكي. فبرنامج الماكس مشهور جدا ومن اقوى البرامج الموجوده وشغله رائع محترم جدا. مشكلته فقط ان الناس بتلاقي فيه صعوبه، انا ما اعرفش ليه الصعوبه اللي فيه. انا شايف الموضوع سهل قوي، لان دايما انا بقول كده، ويمكن البشمهندسين اللي اتشرفت بيهم بتعامل معاهم قبل كده، دايما اقول له حدد انت عايز ايه. انا داخل اخد برنامج محتاج ايه، زي ما احنا كنا عاملين دبلومه، تمام، ديكور او اظهار معماري او شغل اركتكتشر عماره، فاحنا محددين احنا داخلين عايزين ايه. فاحنا نفتح برنامج الماكس ناخد منه اللي احنا عايزينه فقط لا غير، ماليش دعوه باي تفاصيل ثانيه، وما بخشش بقى نظام شرح في مجموعه تولز انا مش هستخدمها وما لهاش لازمه عندي. اوكي، فده احيانا بيعمل مشكله وبيحس الناس ان البرنامج صعب، لكن البرنامج باذن الله سهل جدا وبسيط، وان شاء الله في الورشه دي هنلاحظ الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. واتمنى ان الله في الاخر ان شاء الله تبقى الدنيا كلها بقت تمام مع الجميع. البرنامج الثالث اللي انا اخترته هو برنامج الفوتوشوب، لان الفوتوشوب بصراحه كمعماري انا ما بستغناش عنه في حاجتين اتنين. اول حاجه مثلا زي مثلا لو شفت البلان اللي قدامي ده كده، ان انا بحتاج افرش كبلان زي ما انت شايف كده بالظبط. طبعا ده بتعمله فوتوشوب، بفرشه كده كبلان للعميل، تمام، او للماركتنج التوزيع، فبتعمل فوتوشوب بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طبعا في حاجات طبعا احسن من كده، ده اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله، نحاول بنوصل لاعلى درجه من الاحترافيه باذن الله. اوكي، فانا بقى محتاج افرش بلان، فده بيتعمل بالفوتوشوب، يعني انا ده بيتعمل عندي بالفوتوشوب، فلازم اعرف ازاي افرش بلان معماري خلاص عشان انزله في بروشور او بامفلت او انزله في الديجيتال ماركتنج وات ايفر ايا كان. دي نقطه. النقطه الثانيه في الفوتوشوب مهمه بالنسبه لي، هي عمليه البوست برودكشن او معالجه المخرجات بتاعتي من برنامج ال 3 دي ستوديو ماكس. اوكي، بطلع الاصدار بتاعي او البروجكت بتاعي، تمام، او المخرجات بتاعتي من برنامج 3 دي ماكس، بحتاج شويه تعديلات، شويه اديتنج كده بسيط، تمام. على زي انت عارف كده، مثلا مثلا استوديو تتصور، فانت بتخش الاستوديو فالراجل بيصور، بياخد الشوت بتاعك، وبيبقى الباك جراوند ممكن يكون مثلا حاجه وان كلر او لون واحد يعني، او حاجه ساده غامقه او فاتحه اي وات ايفر، وابتدي هو بقى على الفوتوشوب عنده على البرنامج يبتدي يشيل خلفيه ويحط لك خلفيه ثانيه والكلام ده. فاحنا بنعمل كده تقريبا حاجه زي كده في الفوتوشوب، تمام. فاحنا محتاجين النقطتين دول في الفوتوشوب، فعشان كده اخترت الثلاث برامج مع بعض اللي هو الكاد وال 3 دي ستوديو ماكس والفوتوشوب كان مجموعه باكج كده عماره يعني، تمام. بقول باشمهندس عمر طبعا والتيم بتاعه رحبوا جدا بالفكره، اوكي، وقلت بدل ما نقعد نشتغل برنامج برنامج، لا احنا نخليها كلها دبلومه او ورك شوب كامل شامل من اي تو زد، اعتقد هيبقى افضل بدل ما نقعد نشرح كاد لوحده وبعدين نخش بقى في ماكس وبعدين نخش في كذا، فقلنا ان ايه نخليها كلها باكج مع بعض. برضو كل ده احنا بنحاول بقدر الامكان نسعى لافضل اسلوب او افضل طريقه ان احنا نقدر نعمل توصيل المعلومه او تكامل في المعلومه كلها، تمام. اتمنى ان شاء الله اكون الدبلومه موفقه. انا مش عارف طبعا لو في حد ليه سؤال او استفسار بعد كده او متابعه، ولو حابين تشتغلوا معايا او تشاركوا معايا عملي طبعا دي حاجه تسعدني جدا، بس طبعا مش عارف الباشمهندس عمر والفريق معاه هيقدروا ينظموا الدنيا دي ازاي. يعني احنا ممكن مثلا عندنا مشروع بالفعل انا شغال فيه، هبتدي طبعا اعدل عليه واشتغل عليه. باشمهندس نهى، باشمهندس احمد قال ان شاء الله هو في تسجيل وهيتنزل على قناه بتاعت بيم اريبيا، قناه الشركه، تمام، هتنزل عندهم يعني. اوكي باشمهندس نهى، تليش باشمهندس نهى، انا عارف والله موضوع التسجيلات ده عينيا، حاضر يا هندسه. اوكي، فان شاء الله انا طبعا معلش انا طبعا بقى الانترودكشن بس كده باخد ال 10 دقايق كده عشان بس الناس تبقى ايه على ما الناس تجتمع، عشان في ناس كل شويه بتضاف، عشان ايه لما نبدا ان شاء الله يبقى كل ايه متواجد معانا باذن الله وما يكونش حد فاته حاجه ان شاء الله. زي ما قلت لكم كده باذن الله ده الورشه اللي احنا حددناها. وطبعا مشكورا باشمهندس عمر ان هو اتاح لي الفرصه دي، وعايز اقول لكم ان الدبلومه دي
فيها سيرتيفيكت، فيها شهاده يعني، فيها اعتماد. احنا مش بنعمل حاجه كده مجرد ان احنا قاعدين مثلا كده، لا ده الحمد لله رب العالمين. كمان باشمهندس عمر مشكورا مع التيم بتاعه موفرين شهاده اولا من بيم اريبيا، تمام، شهاده تانية من نقابه المهندسين. لو باشمهندس عمر معايا طبعا، لو في اي ملحوظه في الحاجات دي كده ممكن يتابعني في النقطه دي لو هو سامعني، او اي حد من الساده المهندسين معاه. في شهاده من زي ما قلنا بيم اريبيا، شهاده من نقابة المهندسين المصرية في مصر هنا، وإن شاء الله بإذن الله في سعي لشهادة من أوتوديسك بإذن الرحمن، لكن برضو لسه هم التأكيد ليهم، هم هتبقى من شركة أوتوديسك، وأعتقد اللي هيبقى مقدمها هيبقى تقريبا الباشمهندس محمد القوسي على ما أذكر. لو باشمهندس عمر طبعا معايا تابعني في صحة المعلومات دي، باشمهندس محمد القوسي برضو صديق عزيز وناس المحترمة جدا، فالراجل قال لا أنا ممكن نطلع، هيساهم معانا في الجزئية دي ويطلع شهادات معتمده من شركه اوتو ديسك، تمام. طبعا هو مشكورا في تعبه ومجهوده ده، وهيبقى كده ان شاء الله يعني انت بتحضر معانا ورك شوب، ان شاء الله تستفيد معلومات وهتستفيد برضه سيرتيفيكت. فاعتقد الموضوع مميز ان شاء الله باذن الله، ويكون في اهم حاجه الاستفاده طبعا في النقطه دي. بس طبعا هو في شرط انك لازم تحضر على الاقل 80% من المحاضره عشان تاخد شهاده، ما ينفعش واحد مثلا يجي يحضر محاضره وما يجي ما يحضرش الباقي. فاعتقد ان الشهاده بالنسبه له مجرد هيبقى ورقه او تحصيل حاصل، فاعتقد لا يستحق ان هو يحصل عليها، لو برضو معايا البشمهندس عمر والبشمهندسين ياكدوا معايا هذا الكلام، تمام. اوكي بشمهندسين، حد مبدئيا ليه استفسار عن اي شيء قبل ما نبدا؟ حد ليه اي استفسار عن اي شيء قبل ما نبدا؟ بشمهندسين الاعزاء، حد ليه اي استفسار عن اي شيء قبل البدايه؟ تقريبا في حد بيكتب حاجه. لو حد ليه استفسار عن اي شيء يا ريت يكتبه. نبهت تاني بعد اذنكم، الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك يا باشمهندس علي. حاضر يا باشمهندس، حاضر، ملفات العمل ان شاء الله حاضر ابعتها لك. حاضر حاضر. والله يا باشمهندس ندى، انت لو دخلت على اللينك هتلاقي فيه السكيدول بتاع المحاضرات محطوط، يعني اعتقد هو يعني السكيدول في اللينك، هتلاقي ممكن المحاضرات موجوده، ممكن ابص لك عليها على الديسكتوب، بس مش عارف هتلاقيها. هشوف لك اللينك وابعت لك حاضر المحاضرات، يعني اللينك اللي انتوا عملتوا عمليه ريجستريشن هتلاقي فيه المحاضرات بالاوقات بتاعتها بالايام. هو هتبقى طبعا هتبقى يومين في الاسبوع فقط. باشمهندس محمد قال هو بالظبط لحد 13/1 بالظبط، يعني تقريبا داخلين في حوالي شهر ونص. ثلاث برامج في شهر ونص على فكره هو وقت ممتاز جدا، يعني احنا بنضغط في شهر ونص حاجه بتدرس مثلا في 3-4 شهور يعني. اوكي. تمام. ان شاء الله باشمهندسين، يا ريت بعد اذنكم، بعد اذنكم يا ريت كل واحد يتيك كير من الكاميرا. احنا كنا طبعا عارف الناس في بيوتها دلوقتي وكلها في البيت، فعشان الخصوصيه انا كانت الكلام في الاول، يا ريت ناخد بالنا من موضوع الكاميرا كويس جدا، تمام، خاصه طبعا باشمهندسات يعني، فيا ريت ناخد بالنا من الكاميرات لو سمحتوا. اوكي، ده عشان خصوصيتكم انتوا يعني، حرصا عليكم، احنا مش بنتكلم على حاجه بس حرصا. اهلا باشمهندسه نهى، اهلا بيك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فان شاء الله هيبقى المواعيد بتاعتنا يومين في الاسبوع، هيبقى تقريبا حد واربع. المواعيد من 8-10 مساء بتوقيت مصر، من 8-10 بتوقيت مصر باشمهندسين. اوكي، الميعاد هيبقى من 8-10 باذن الله بتوقيت جمهوريه مصر العربيه، عشان الناس اللي هي ايه عايزه تعرف المواعيد بتاعتنا ايه هي. ماشي، هيبقى محاضرتين ان شاء الله اسبوعيا، وزي ما قلت لكم اللي حابب، ولا يهمك باشمهندس ولا يهمك. هي ايه اللي بكام يا باشمهندس؟ لا ده فري مش مهندس، الورك شوب ده مقدم مجانا مننا جميعا، مني ومن الباشمهندس عمر سليم بيم اريبيا، ويعني الموضوع ده زي ما قلت لكم احنا بنجمع كل حبايبنا، عشان كده انا بعت لكم وحبيت ان انتم تستفيدوا جميعا. احنا بنعمل حاجه، دي اول محاضره يا باشمهندس، دي اول محاضره ان شاء الله. باذن الله. تمام، الحمد لله هندسه، الحمد لله. فزي ما قلت لكم ان شاء الله احنا بنعمل حاجه خدمه للجميع، لاهلنا كلنا في الوطن العربي بالكامل، تمام، ونتمنى والله ان احنا نتمها على خير ونستفيد جميعا. الله يخلي، الله، اللهم امين يا رب يا باشمهندس محمد، اللهم امين يا رب. تمام، عليكم السلام. عليكم السلام باشمهندسين، ويسعد مساك يا هندسه، يسعد مساك. تمام، فان شاء الله باذن الله نستفيد جميعا، وهنشوف يمكن نتقابل في كورسات ثانيه باذن الله، في حاجات ثانيه نرتبها مع حاضر يا باشمهندس، عيني حاضر، عيني حاضر، حاضر حاضر، عيني. تمام، فباذن الله
ان شاء الله هنتابع مع بعض في كورسات تانية كتير، وتابع مع البشمهندس صديقي العزيز بشمهندس عمر سليم، هنتابع بقى كورسات تانية. احنا بنفكر برضو ان شاء الله ممكن نقدم 3 دي كاد اللي هو الاوتوكاد 3 دي، في ناس كتير بتطلبه برضو، وللاسف ما فيش يعني محاضرين فيه بيبقوا قليلين شويه. بشمهندس وليد احنا قلنا سبت، سوري، حد واربع بشمهندس. وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بشمهندس زكي. فان شاء الله هيبقى يومين في الاسبوع يعني، عشان برضو مش عايزين فان شاء الله احنا بنرتب مع البشمهندس ان شاء الله هنحط كورسات كتيره كتيره كتيره. ممكن نتكلم في الاوتوكاد 3 دي، مطلوب كتير قوي، بيطلب مني من شركات كتير جدا دلوقتي. انا ممكن ابعت لكم ملفاتي بشمهندس ندى هنا على اعتقد هنا ممكن اعتقد هنا في ممكن يكون في شير تقريبا للفايلز، تمام، او هرتبها انا مع البشمهندسين هشوف ازاي نقدر اتشير معاكم الملفات، تمام، هنرتبها مع البشمهندس عمر وهنشوف هنعمل ايه. وممكن بشمهندس محمد بيقترح ممكن نعمل جروب على الواتساب برضو، بشمهندس عمر برضو يتابع، ما فيش عندي مشكله خالص خالص خالص، تمام. وزي ما قلت لكم حابين تشاركوا معايا انا هخش نحط المعروض ونعبد المشروع ونبتدي نتكلم فيه ونحط خيارات وحلول كتيره ونسمع الاراء. انا متعود على كده يعني، الناس اللي اشتغلت معايا قبل كده بشمهندسين اعزاء عارفين ده اسلوبي يعني، بحب دايما اجيب الموضوع فعلا. ماشي يا بشمهندس محمد، اوكي، الله يبارك لك يا رب. فان شاء الله يعني انا طبعا يعني بحب اجيب مشروع واقعي فعلي شغالين فيه وبطبق عليه فعلا يعني. انا بحب دايما يبقى شغلي عملي، ما يبقاش مجرد شغل نظري، وده اللي هنعمله معاكم ان شاء الله في المشروع بتاعنا ده باذن الرحمن. بس طبعا للاسف انا ما قدرتش اعمل بث مباشر زي ما قلت لكم، الموقع الجديد لسه ما فيهوش اضاءه كافيه وما مش مجهز ان انا اعمل فيه integration between these programs and BIM. تمام بشمهندس زكي، بس الفكره احنا الموضوع بتاعنا مخصص في العماره دلوقتي تحديدا في جزئيه الكاد والماكس و او الاظهار المعماري والديكور، يعني ده اللي احنا معني بيه دلوقتي اكتر من البيم. خلاص دي ممكن نعملها بعد كده يعني، نعمل integration between الكاد والبيم يعني، في كتير برضو اتكلموا فيه. يمكن اعتقد بشمهندس عمر نفسه هو اتكلم في النقطه دي وشرحها ووضحها اكتر من مره، تمام. لو حابين ممكن بعد كده اتفق مع بشمهندس عمر ممكن نشغل حاجه ريفت ولا حاجه من ريفت معماري. اعتقد في حد هنا من الناس اللي كانوا معايا برضو خدوا معايا ريفت معماري اعتقد، وكنا عملنا مشروع مستشفى تقريبا على ما اذكر، لو حد من اللي حاضرين معايا من بشمهندسين الاعزاء اعتقد خدنا حاجه زي كده، بس الكلام ده من فتره يعني، تمام. فان شاء الله حاضر هنشوف الموضوع ده هرتبه مع البشمهندس عمر. حاضر، انا هندسه. بشمهندس ساره بتقول لي الصوت مش شغال، انا حد كده يا جماعه في عنده مشكله في الصوت ولا ده بشمهندس ساره بس؟ حد عنده مشكله في الصوت ولا بشمهندس ساره فقط اللي عندها مشكله في الصوت؟ هو الصوت تمام بس يعني لسه بتستخدم زوم لاول مره. في على الشمال في علامه مايك، هنختار بس كول في انترنت، او هتختار السماعه اللي حضرتك مستخدمها ده يعني التطبيق لو سماعه. يبقى بشمهندسه بشمهندسه ساره اللي بتتكلم بان الصوت عندها مش موجود، يا ريت. بص مش زي ما انا كده شايف على الشاشه كده فوق، تمام، هتلاقي هنا المايك اهو، ممكن ده يكون عندك ميوت، تمام، شغليه لو سمحت. اوكي تمام، اهو كده، ده كده، وشوف الميوت كده يا جماعه عشان بشمهندسه ساره لو عندك مشكله اتاكد ان الصوت عندك هنا شغال. بشمهندس علي بيقول لي نفتح اللاب ونتابع ولا ايه؟ طبعا يا بشمهندس علي يا ريت يكون اللاب معانا، ويا ريت يكون عندنا البرامج عشان نشتغل، تمام؟ الله يخليكم، تمام. بيبقى المشكله كانت عند البشمهندس ساره بس فقط في نقطه الصوت. اشكرك يا بشمهندس طبعا على المشاركه في بالحل. الله يبارك لك يا رب، الله يعزك يا بشمهندس محمد، الله يعزك يا رب. الله يخليك يا رب، الله يبارك لك، الله يعزك يا رب ويبارك لك. طيب اعتقد كده تقريبا يعني الحمد لله تقريبا معظم الناس موجودين. يا جماعه بعد اذنكم نتاكد تاني في موضوع الكاميرات، يا ريت نتاكد في موضوع الكاميرات، اوكي، تكر لو سمحتوا. طيب نبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الناس كلها تركز معايا. احنا بنتكلم في دبلومه او ورشه عمل للانتيريور ديزاين او التشطيب الداخلي او الديكور او العماره، تمام. الموضوع ده بيبدا معاك ازاي؟ ماشي، انا دلوقتي مثلا سي راجل مهندس ديكور او مهندس معماري، طبعا اللي بيشتغل في الديكور ممكن مهندس معماري يشتغل ديكور عادي يعني، مفيش مشكله خالص، بيشتغل في التشطيبات والديكور. ممكن برضو ان شاء الله لو رتبنا مع البشمهندس عمر ممكن يشتغل برضو كده حاجه تشطيبات ولا حاجه، ممكن بعدين ان شاء الله نرتبها مع برضو مع البشمهندس عمر. طيب انا دلوقتي
بشمهندس سمية، أهلا بيكي. حاضر حاضر، الحاجة اللي هنشتغلها هنبعتها لكم على طول. حاضر، ممكن أبعتها لكم النهاردة أو أبعتها لبشمهندس عمر يبعتها لكم، أو شوف هنعمل جروب، هرتبها برضو مع بشمهندس عمر، يمكن نعمل جروب واتس ولا حاجة أرفع لكم عليه حاجة ونشوف هنتصرف إزاي. أنا يا بشمهندس سمية، وبعدين أنت تقريبا معايا بشمهندس سمية على الجروب على الواتس على الفيسبوك تقريبا، صح؟ بشمهندس سمية، بشمهندس محمد، في مجموعة كبيرة كده. لو كده ممكن حتى على ما نرتب ممكن ابعتها لكم على الفيسبوك لحد ما بشمهندس عمر يشوف ايه المشكلة. تمام، تسلم، الله يخليك. ورا طيب دلوقتي نبدأ كده واحدة واحدة. انا دلوقتي جالي مثلا، جالي عميل دلوقتي بشمهندس. تمام يا بشمهندس محمد، انا عارف انت والله انت حلال المشاكل كلها، ربنا يبارك لك يا رب. نبدأ دلوقتي نشوف. انا دلوقتي جالي عميل بيقول لي يا بشمهندس انا عندي شقة عايز اشطبها، اوكي، او فيلا او وات ايفر ايا كان المكان بتاعي، انا عايز اعمل له تشطيب. تمام، ده كده بدايه. ممكن اقوم فاتح كده برنامج الرسام ونبتدي نشخبط مع بعض شويه. انا بحب طبعا الشخبطه عشان ما فيش بورد دلوقتي وانا شغال من غير بورد، فانا هكبر كده برنامج الرسام خلاص. وممكن نديله كلر كده، نخلي الباك جراوند كده ايوه غوامق كده، ونكبر نصغر الشات فوق كده هنا شويه. تمام، عشان نبتدي ايه. بشمهندسه هناء، حاضر 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 حاضر. هو في جروب عليا على الفيسبوك، هنضيف لي حاضر لو كده. انا اي حاضر هقول لكم عليه، انا اي حاضر. بشمهندس عمر ينفع ده الجروب بتاعي على الفيسبوك ينضم ليه، ولا في جروب خاص بالبيم اريبيا؟ بشمهندس عمر او بشمهندس احمد، اي حد من المشمسين، اي حد من الساده فعلا مفيش أي المشمسين عندي مشكلة يا باشمهندس، ممكن كمان نعمل جروب واتس. احنا كده كده خلاص. برضه هنجمع التليفونات الخاصة بيهم في استبيان الحضور في نهاية المحاضرة. الله يبارك لك، الله يبارك لك. تمام، تسلم يا هندسه، الله يبارك لك يا رب. خلاص، على العموم مش هسالك، مفيش اي مشاكل في عندكم دلوقتي. ممكن ابعت لك الجروب بتاعي. شفت باشمهندس محمد ده على فكره مشجع رائع بصراحه يعني. تمام، باشمهندس علي بيقول لك افضل واتس، اوكي خلاص، فهعمله واتس. وفي الناس اللي عايزه تخش الجروب الفيسبوك برضه موجود، مفيش مشاكل خالص، وممكن معظم الناس الموجوده موجوده معايا على الجروب الفيسبوك يعني. تمام، طيب يبقى انا كده نرجع بقى للنقطه بتاعتنا. تمام يا هندسه، نرجع للنقطه بتاعتنا كده. في عندنا طبعا ايه الشغل بقى، الشخبطه بتاعنا ده، ناخد لون كده حلو ونبتدي نشتغل. بسم الله، هناخد كده الخط بتاعنا، اوكي، نكتب بحريه. معلش بقى سامحوني، انا بكتب هنا على الكمبيوتر فايه هتلاقوا خط طبعا ايه سيء يعني. حاضر حاضر يا هندسه، اهو الجروب بتاع الجروب بتاعنا كده اسمه ايه، برينج تقريبا، صح؟ سوري، عفوا. تمام، نقول له هنا برينج، ده الجروب بتاع الواتس. هو مش عايز يكتب، مش عايز يكتب انجلش ليه، زعلان. طب لحظه الناحيه الثانيه، ماشي. معلش هو اسمه طويل شويه، طبعا هو عامله لي احد ال الباشمهندسين الاعزاء. تمام، ده اسم الجروب على الفيسبوك، اوكي. بشمهندس انا ده الجروب، وطبعا الواتساب هيعمله، هيتفضل بيه بشمهندس هيعمل لنا جروب واتساب يبقى مع بعض كلنا ان شاء الله. وده موجود وده موجود. طيب نرجع بقى كده لشغلنا تاني. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. قلت انا عندي كده بروجكت، مشروع جاي لي خلاص. معلش بقى سامحوني، انا بكتب كده ايه عشان ما فيش بورد، فانا بكتب كده ايه مانيوال، فايه ما حدش يقول لي خطك حلو وخطك وحش بقى، لا كده حلو قوي. تمام، بشمهندس احمد حسام، الله يبارك لك. تمام، برينج، تمام، الله ينور عليك. البروجكت بتاعك لما بيجي لك عميل، ركزوا معايا بقى في النقاط دي. خلاص بقى، خلينا ايه، اعتقد دلوقتي مفيش اسئله تاني عشان نبدا ايه نركز في النقاط اللي هنقولها، لان الحاجات دي مهمه قوي في الشغل، ودي اساسيات البدايه، هبدا منين وهشتغل ازاي. فالحاجات دي اعتقد هتبقى بالنسبه لنا مهمه جدا في الشغل بتاعنا. تمام، مش عارف ايه اللي عمال يشخبط ده، شغال كده بيشخبط لوحده. تمام، طيب حد لاقي سؤال تاني ولا ابدا اشتغل خلاص؟ حد لي سؤال تاني ولا ابدا اشتغل؟ اوكي، طيب توكلنا على الله، ماشي. يبقى احنا كده بنتكلم ان انا دلوقتي بيجي لي عميل بيقول لي والله يا باشمهندس انا عندي شقه او عندي فيلا او عندي روف او وات ايفر ايا كان المكان بتاعه، عندي مكان ومحتاج ان انا اعمل له تشطيب. اوكي، طيب التشطيب ده اول ما بتقعد كده الاول في ثلاث حاجات انت بتعملهم. اولا انت بتقعد مع العميل الاول خلاص، وتعرف هو بيعمل ايه او البروجكت ده عباره عن ايه. لازم اعرف ايه هو البروجكت، رقم واحد كده، ها، ماهيه البروجكت ايه، هو ايه هو المشروع بتاعي، بيشطب شقه ولا فيلا ولا بيشطب مكتب ولا بيشطب شركه، يعني هو بيشطب ايه الاول. لازم اعرف نوع المشروع بتاعي هيبقى عباره عن ايه.
تمام، يعني الراجل جايب لي شقه يقول لي شطاره. طبعا تركيزنا يبقى شغل على السكني اكتر، لان اعتقد هو ده اللي متواجد ومنتشر في السوق الفتره دي يعني، او اللي دايما الناس بتستسهل بيه وتشتغل فيه ومشهور وحاجته موجوده، غير بقى الشركات. ومثلا يعني في مثلا ممكن واحد يقول لك انا عندي جيم عايز اعمل له مثلا، وده بالفعل عندي مشروع معروض عليا جيم، يقول لك انا عندي جيم يا باشمهندس تعالى اعمل لي ديل دي. فانت لازم تذاكر بقى يعني، او مش تذاكر انك تفتح كتب يعني، لا انت تروح بقى وتشوف تتفرج على جيم واثنين والثلاثه، وتعرف بتشطب ازاي وايه المعدات اللي فيه ونظام الديكور بتاعه عامل ازاي. ففي حاجات بتبقى محتاجه منك دراسه وخبره عمليه شويه، تمام. لكن احنا بنتكلم من المشهور ومتعارف عليه التشطيب السكني، لان كل الناس قاعد عنده، كل واحد قاعد في بيته وفي سكن وشايف نظام التشطيب وعنده فكره الى حد ما مش بعيده عن الوضع ده. المهم، فانت لازم تقعد مع العميل تفهم هو عايز ايه من المشروع بتاعه. المشروع ده عباره عن ايه، سكني ولا تجاري ولا اداري ولا ايا كان نوع المشروع بتاعه، اوكي. يبقى لازم افهم الاول ايه المشروع، ايه الطبيعه بتاعته، تمام. تاني حاجه لازم اعرف طلبات العميل، العميل ده محتاج ايه، ده طلباته ايه، الراجل ده محتاج مني ايه، تمام. العميل ده نظامه ايه، عارف كده بالبلدي بلغه السوق لما اقول لك ايه، اقرا العميل، اقراه، الراجل ده عايز ايه، ماشي. لازم تعرف الفكر بتاعه. وممكن زي ما احنا كنا بنتكلم، اعتقد في بعض الناس كانوا معايا في المشروع، كان عندنا مشروع كده كنا بنتكلم فيه قبل كده، خلاص الشخبطه دي مش هتبان، ماشي. خلينا دلوقتي بقى نرجع لها تاني. فيجي عميل يقول لك ايه، يقول لك والله يا باشمهندس انا محتاج ان انا اشتغل، والكلام راح فين، احنا كنا كاتبين الكلام كله اتمسح، ما شاء الله تبارك الله، ماشي خلاص. ما بيلون ايه، انا عايزه درو واللون وكده شغال. عشان لحظة واحدة اقفل بس التكست وافتحه تاني. مش مهندسين سامعيني ولا في مشكلة في الخط؟ احنا سامعين. اصل هو بيقول لي ريزيوم شير، فمش عارف ريزيوم شير ايه، في حاجة تاني ولا ايه؟ ماشي اوكي تمام، انا بس بشوف التكست ماله في ايه كده. هيشتغل وليه مش عايز يشتغل هنا كده، لحظة واحدة. ليه بقى؟ زعل ليه مننا؟ كان لسه بيكتب وراجل شغال زي الفل. طيب نقفل البرنامج خالص ونبدا نفتح ايه؟ حاجه جديده، نشوف هو الراجل زعل مننا ليه؟ بسم الله. نقفل ده كده ونقول له خلي الكلر ونديله ده اللون اللي هو الباكت بلاك، تمام. ونكبر ده. طبعا زي ما قلت انا بحاول استخدم ايه؟ البورد، كان في بورد كده انا بشتغل بيها يعني. وادي الشغل بتاعي. في حاجه غلط. طب ثواني هعمل ستوب شير وارجع لكم تاني، خليكم معايا لحظه واحده. يعني بس اعمل ستوب شير ثانيه واحده، بس اعمل كده اعمل بعمل ريفرش كده للبرنامج. بسم الله. تمام كده رجعنا للشير تاني، نشوف موضوع الكتابه بتاعتنا ده ايه. كده اشتغل تاني. معلش هو طبعا مش عارف ايه اللي حصل، بس ايه هو كان واقف كده. كده شايفيني كده كويس كمان؟ اوكي كده؟ تمام يا باشمهندس. تمام اوكي تمام ماشي. طيب يبقى احنا كده قلنا تاني، معلش قلنا البروجكت بتاعنا خلاص. لازم اعرف الاول ايه هي ماهيه او نوع المشروع بتاعنا. تاني حاجه طلبات الايه؟ العميل. ماشي طلبات الايه؟ العميل. ماشي؟ خلاص فلازم اقعد افهم الدنيا دي كلها بتاعتي ماشيه ازاي. اوكي بعد كده بناء على الكلام ده كله انا بوصل لنتيجه، نتيجه ان انا عندي مشروع عباره مثلا عن شقه خلاص تمام او فيلا تمام، ومطلوب ليها نظام تشطيب محدد. يعني من المقابله دي انا بطلع بالحاجتين دول، نظام الايه؟ التشطيب. يعني ايه نظام التشطيب او طراز التشطيب كمان؟ يعني ممكن نسميه الطراز نفسه اللي انت هتشتغل عليه. يعني ايه الطراز ده؟ والله الراجل مثلا ايه؟ غاوي كلاسيك، غاوي مودرن، الستايل اللي هو العميل عايزه، العميل ده نظامه ايه او هو هاوي ايه؟ هل هاوي الستايل المودرن ولا ستايل الكلاسيك ولا النيو مودرن ولا النيو كلاسيك ولا الى اخره. تمام؟ والطرق دي هنتكلم عليها دلوقتي ونفهمها وهنحاول نعمل ليها اكزامبل سريع. في طرازين مشهورين قوي عندنا بنشتغل عليهم. طراز اللي هو الكلاسيك ده مشهور قوي. تمام؟
خلاص، ونظام المودرن، يعني هما الاثنين دول اكتر نظامين مشهورين او منتشرين في السوق الحالي. اي طرق ثانيه بتبقى ميكس ما بين الاثنين، يعني ده في النيو كلاسيك او اللايت كلاسيك والنيو مودرن وهكذا، بيتم خلط ما بين الاثنين. اوكي، بالمختصر المفيد كده او سريعا، الكلاسيك هو بيبقى الطراز اللي غني بالتفاصيل، بيبقى فيه شغل كتير شويه، شغل مثلا فورم جبسيه، شغل بانوهات، كرانيش جبسيه كتير، في ديتيلز كتيره قوي، تمام، وده بيناسب اكتر المساحات الكبيره، يعني الكلاسيك ده بيبقى مناسب للمساحات الكبيره، تمام، يعني واحد ما يجيبليش مثلا شقه 100 متر ويقول لي والنبي انا عايز اعمل فيها مودرن، يعني سوري كلاسيك، فانت كلاسيك ايه ده، انا يعني عشان احط لك جبس واعمده وكرانيش والكلام ده كله، الشقه عندك مش هتلاقي مكان تتحرك يعني. اوكي، فده بيناسب المساحات الكبيره او الواسعه، فعشان كده بيناسب الفلل والقصور، تمام، ولو عندك شقه كبيره مثلا 250 متر و300 متر، ولا انت تاخد شقه دوبلكس ولا حاجه، اوكي خلاص اقدر اشتغل لك فيها بالطراز ده. الطراز المودرن مشهور وموجود كتير قوي او انتشر بشكل قوي جدا عشان المساحات الصغيره. المساحات الصغيره طبعا معظم اللي منتشر دلوقتي حاليا على مستوى العالم، مش مصر بس او الشرق الاوسط، لا على مستوى العالم، تلاقي مثلا ايه يقول لك ايه مش عارف، حتى تلاقيها كده على الجروب في الفيسبوك يقول لك ايه تشطيب شقه مش عارف 65 متر مش عارف في اوكرانيا، تشطيب مش عارف 65 متر مش عارف في اسبانيا، تشطيب شقه 48 متر مش عارف فين. فبيبقى نظام المساحات صغيره قوي، المساحات بتبقى صغيره جدا، فهنا مفيش تفاصيل، مفيش ديتيلز كتيره، لا الموضوع بيبقى بسيط قوي، سامبل جدا، حاجه كده هاديه جدا جدا جدا، مفيش تفاصيل فيها كتير او مفيش تكلف في الفينيشنج بتاعي، تمام. بعض الناس بقى اللي هم بيبنين يقول لك ايه بص انا عايز مودرن ماشي، بس تحط لي والنبي حته كده ايه حته كلاسيك، سواء بقى كان مثلا ايه بانو على الحيطه، تمام، عمود مش عارف ايه في الناحيه الفلانيه، بتبتدي تحط الرتوش، تعمل ميكس ما بين الاثنين، خلاص. يعني في ناس تقول لك ايه اعمل لي ميكس ما بين المودرن والكلاسيك، حسب طبعا المساحه والمطلوب. واضح الكلام ده كده يا جماعه ولا حد عنده مشكله في اللي انا قلته؟ الكلام ده واضح؟ اوكي؟ تمام، يبقى انا كده زي ما قلت انا عندي مشروع، المشروع ده انا لازم افهم انا عندي ايه المشروع اللي هيتعمل؟ ايه طلبات العميل بتاعتي؟ خلاص؟ بنطلع من المشروع ده بالنتيجه اللي احنا قلناها دي كده، ماشي؟ ان انا عندي شقه مثلا على سبيل المثال، ونظام التشطيب او الطراز التشطيبي المطلوب، وحددنا فيه الكلاسيك وفي المودرن. طب هل في طرق ثانيه غير كده؟ اه موجود في طرق ثانيه هنبص عليها كده بسرعه. احفظ بس دي كده عشان لو حبيت ابعتها لكم. اوكي، ونقفل دي، نعمل كده كلير اول، اي ثينك كلير اول، تمام، ونقفل ونرجع. هتلاقي عندك هنا كنت حاطط فولدر كده على الديسكتوب، كنت مجمع فيه بعض الفايلز اللي ممكن اشتغل بيها عشان ما اقعدش بس ايه ادور عليها كتير، وممكن ان شاء الله ابعتها لكم باذن الله. الطرز بتاعتنا بتاعت الديكور والفرق ما بينهم، في كده حاجه موجوده جميله، شرح مبسط موضح بالصور زي ما انتم شايفين كده. قال لك الكلاسيك زي ما انت شايف كده بالظبط، تمام، في تفاصيل كتيره قوي، في ديتيل زي ما انت شايف الصوره واضحه جدا وموضحه طبعا. شوف بقى تلاقي حتى النجفه نفسها او وحده الاضاءه بتاعتك تحس فيها ديتيلز كتيره قوي. نفس الموضوع هنا في الجزئيه بتاعت الابانيك على الحوائط، في بانوهات، الجزء ده هو البانو، تمام، في كرانيش جبسيه، تمام، فيها تفاصيل كتيره، حتى تلاقي فيها ديتيلز مش باينه الصوره يا جماعه على الشاشه. ها كده واضحة ولا لا؟ طب ثانية واحدة، أنا مش عارف ليه هي زعلانة مني ليه كده. ها كده وضحت؟ أوكي؟ باشمهندسين واضح كده؟ برضو كده تمام، الصورة كده واضحة يا باشمهندس. أه ما هو كده ماشي، أصل حد بيقول لي لسه الكاد، فكاد لا كده خلاص ظهرت، تمام أوكي ماشي. معلش مش عارف ليه الزوم علق شويه، يمكن في لود عليه او حاجه. المهم، فعندي هنا الطرز زي ما انتم شايفين، ده الكلاسيك زي ما انتم شايفين كده، قلنا ده بيبقى فيه تفاصيل كتيره قوي زي ما انت شايف كده. بص الصوره، بص الصوره عامله ازاي، بص حتى الحيطه، حتى البانو، في ديتيلز كتيره قوي، في شغل يعني، حتى الارج بتاعك، الكلام ده كله، الوحده الاضاءه، النجفه بتاعتك، بص تفاصيلها حتى عامله ازاي، تمام، الابليك اللي في الحيطه، تمام. والله بقى ده الموضوع ده بقى خاص بالاداره بقى، مش مهندس محمد، هم بقى يظبطوا الامور دي بالنسبه لو غيروا السيستم او حاجه او السوفت وير، تمام. فهنا تلاقي في ديتيلز كتير قوي.
والفرش بتاعه حتى بيحب الفرش مش البسيط، الفرش اللي فيه التفاصيل، يعني تلاقي الصالون والقورمه الخشب والنحت الخشب والكلام ده كله، والفاز اللي فيها الوان وتدخلات كتيره قوي زي ما انت شايف كده اهي، حتى الكونسول الكلام ده كده بيبقى تفاصيل كتيره. تمام، هنا بقى ميكس ما بين الاثنين، ده اللي انا كنت بكلمك عليه بقى. هو راجل حابب الحته المودرن بس حابب الحته الكلاسيك برضه، يعني هو غاوي كلاسيك تمام بس عايز حته مودرن، فعمل الكلاسيك اهو كرانيش برضه، شايف التفاصيل والشغل في السقف والكلام ده كله اهو، تمام ده تفاصيل، بس جاب لك لمبه مودرن او نجفه او وحده اضاءه مودرن. تمام، ده بقى اللي هو الميكس ما بين الاثنين، وحاطط لك هنا ايه، ها صوفه. تمام، يعني المفروض اصلا دي تحس انت تحس ان المكان هو ايه، بس دي مش ماشيه مع دي، يعني انت تحس بكده إيه؟ دي مش ماشيه مع دي، خلاص الفوتيه اللي محطوط ده او الكرسي اللي محطوط ده كده، الكرسي ده يعني لا في حاجه. تمام، الترابيزه هنا بيحاول يعمل ميكس، بس بنحاول الميكس ده يكون بسيط عشان ما نبوظش الدنيا خالص، يعني هو بيتحط تاتش كده خفيف قوي. تمام اوكي، يعني وحده الاضاءه دي بصراحه انا شايف انها مش مناسبه بصراحه يعني في الصوره، يعني انا ممكن احط وحده اضاءه تكون ميكس ما بين الاثنين. تمام، فده اللي انا اقصده في جزئيه الايه الكلاسيك، بيبقى في غني بالتفاصيل، يعني حتى بقول لك ايه يتميز بكثره تفاصيله في الجدران والاسقف الجبسيه والاساس والخامات اللامعه والمعدنيه والرخام والجرانيت والباركيه والكلام ده كله. اوكي يا باشمهندسين، وضحت النقطه دي بالنسبه لي الكلاسيك. تمام، طيب الجزء الثاني على طول هتلاقي فيه المودرن، فين المودرن فين المودرن فين المودرن، مش باين هنا المودرن عندي. طيب ماشي اوكي، المودرن اهو من الشكل ده كده، المودرن بالنسبه لي اهو ده كده، ماشي ده كده المودرن. تمام، ده الستايل مقارب جدا من المودرن. اوكي، بس هم بيسموها نظام اللي هو الايه اللي هو الاسكندنافي. تمام، اللي هو الالوان فاتحه بيجات الكلام ده كله، لان خد بالك احنا قلنا ان عندي المودرن بيبقى للمساحات الصغيره، فالمساحه الصغيره لازم تظهر، فتلاقي بص الحيط على طول مفيش اي تفاصيل على الحيط، مفيش مكان اصلا انا اطلع بروز لبنوهات او اطلع بروز لجبس واضيع فورم واضيع المساحات تحس بدي المكان، فمفيش بتاع الحيطان مفيش فيها اي تفاصيل، يعني عارف انت كده ايه نازله حته واحده زي المسطره يعني مفيهاش اي ديتيلز. الفرش نفسه ما فيهوش تفاصيل، غالبا الفرش هتلاقيه بيحاول بقدر الامكان انه يستغل اي مساحه انه يقعد فيها، يعني حتى بص تلاقي معظم الركن حتى تلاقي كلها تحس انها ايه حته بتقعد في اي مكان، مش زي الكرسي بقى ليه حدود وليه بدايه وليه نهايه والكلام ده كله. اوكي، الموضوع بسيط قوي وهادي جدا بحيث ان هو ايه يوسع المساحه، في نفس الوقت بيدي دايما الوان فاتحه، الالوان الفاتحه طبعا بتحسسك بالوسع في المكان بالنسبه للدهانات بتاعتك. اوكي، في انظمه ثانيه مثلا زي النظام الصناعي. تمام، ايه الصناعي ده بقى؟ الصناعي ده بيناسب المناطق الصناعيه، يعني مثلا ايه، انا مثلا عارف ان انا عندي مدينه معينه مشهوره بالصناعه، خلاص عندي مدينه مثلا مشهوره بالصناعه واللي موجودين معظم اللي ساكنين في المنطقه دي مهندسين مثلا او عمال او الى اخره، فطبعا انت بتحاول تعيشه الجو اللي هو عايش فيه يعني، خلاص تمام، يعني هو راجل قرفان طول اليوم في المصنع، فانت تروح تعمل له مصنع في البيت، متخيل انت القصه دي؟ يعني راجل طول اليوم قاعد في المصنع عيني طالع عينه مش شايف غير حديد وخشب وخامات وكده، فانت تروح ايه تقول له طب انت عايز بيتك، طب يلا هو مصنع كمان في بيتك، تخيل انت ماشي. فالموضوع بصراحه بيبقى موضوع انا يعني انا ما بمشيش بيه قوي، بالعكس انت ممكن تحتاج بقدر الامكان انك تخرجه من المود اللي هو فيه. اوكي، يعني النهارده معظم المصانع الكبيره في اوروبا تمام او حتى الانديه، يعني انت اي نادي او اي حاجه اي كيان مستقل بيعمل له زي كومباوند داخلي اقامه تمام مختلف عن البيئه اللي انت تلعب فيها او اللي انت بتشتغل فيها، خلاص بيحاول يخرجك من المود، يعني انت كمان تفكر في الشغل او انك تبص على حاجه تفكرك بشغل، او بيحب انك لو تاخد اجازه او تاخد ريست او مجرد ما روحت البيت خلاص انت موضوع الشغل، وقت العمل للعمل، وقت الايه البيت للبيت، لكن هو ده ستايل صناعي بعض الناس بتحاول انها توظف الماتيريالز بتاعه المناطق الصناعيه في الديكور الداخلي، زي ما انت شايف ممكن يعمل السلم ستيل معدن زي نظام المصنع. تمام، ممكن يستخدم برضه ستيل في الجدران والحوائط. تمام، ممكن يستخدم مثلا ايه تشطيب فينش زي الاسمنت زي ما انت شايف كده، ممكن يعمل له زي مكتب، ممكن يستغل زي عارف انت الجمالون اللي هو بتاع المصانع برضه يعمل له حاجه زي كده، يعني يمكن ده ممكن اشطب بيه في مصنع يعني بس ما بيشفريت يعني. تمام، يعني ممكن استخدمه في تشطيب مصنع كاداره او كده ماشي اوكي، انما شقق طبعا زي ما قلت لكم صعب قوي ان انا اعيشه طول النهار في المصنع وفي البيت برضه لما يروح يلاقي المصنع في البيت يعني. تمام، ده الصناعي. في مثلا اللي هو برضه ده المودرن، خلاص نوع من انواع برضه المودرن ماشي، هم بيسموه التقليل يعني،
خلاص ان هو بص كده خلاص يعني عارف انت الموضوع يعني بيقلل يعني اقل من القليل خلاص اللي هو ما فيش حاجه خالص تمام، هي بس الركنه وقاعد وشكرا والترابيزه، ما فيش حتى ما تلاقيش فازه ورد، ما تلاقيش مثلا طقطوقه، ما تلاقي خلاص يعني عارف انت هو ايه، انا عايز ايه ركنه خلاص يبقى الركنه دي فقط لا غير، عايز ترابيزه قدامي خلاص يبقى الترابيزه فقط لا غير، ان انت بقدر الامكان بيقلل الفرش او الفرنيتشر عشان يديك عفوا يديك وسع في المكان او احساس بالايه بالراحه في المكان، واللي طبعا ده بيناسب الاماكن الضيقه جدا او الاماكن المساحات صغيره قوي. اوكي انا بستعرض معاك كده بسرعه الانظمه الثانيه بسرعه كده، طبعا في انواع تانية بقى ايه اللي هم بيقول لك الارت ديك والحاجات دي كلها بتشغل بقى الوان بقى اللي هو ميكس الالوان بقى اللي هي الغريب العجيب ده تمام. هبعتهم لك حاضر يا باشمهندس تمام. ليس از مور يا باشمهندس، انا شفت لك ليس ايه از مور باشمهندس، انا متهيألي بعت لكم الحاجات دي قبل كده، انت خدتها معايا في الانتيرو قبل كده صح؟ على العموم هبعتها لك تاني حاضر لو عايز المسميات بالانجلش عينيا حاضر خلاص. فهنا طبعا بيلعب بالالوان اكتر، يعني هنا بص الوان تلاقي الالوان يعني ايه ماتشنج الوان غريب، يعني تلاقي فيها درجات الوان كده ميكس زيتي مع مش عارف مع ذهبي مع كده الوان تقيله خلاص ماشي. فده اللي بيسميه ارت ديكو، يعني جاي كده تفاصيل متوسطه تميل الى الفخامه يدمج بين خامات اللمعه والالوان الى اخره من القصه دي كلها، لكن هو بيميل الالوان التقيله الغوامق يعني تمام، الغوامق اللي بتبقى الوان كده بيبقى طبعا بيبقى ميكس طبعا وفي باليت الوان بيتابعها مع بعضها. البوهيمي بقى نظام البوهيمي بقى انتوا عارفين اللوح البوهيميه تمام، اللي هو بقى تلاقيه جايب ايه بكل فيلم اغنيه يعني ماشي خلاص، تلاقيه جايب لك حاجه من هنا على حاجه من هنا على حاجه من هنا، فده النظام اللي هو الايه النظام البوهيمي. طبعا الحاجات دي كلها ما بيستخدمهاش طبعا كتير الا حاجات بسيطه قوي، يعني ممكن مثلا اجيب حاجه مثلا فاز او حاجه مثلا على الحيطه تمام كديكور ميكس، انما طبعا مش بعمله نظام صريح يعني خلاص. يبقى كده ما زال الكلاسيك وما زال عندي الايه المودرن. في بقى نيو كلاسيك تمام، زي ما احنا قلنا بقى ان هو بيبتدي يعمل ميكس ما بين الاثنين خلاص، ان هو بيبقى في تفاصيل يعني بص هنا هو سبوتات، وشوف هنا بص ده وحده اضاءه عامله ازاي، طبعا هي فيها ديتيلز لكن ابسط من الثانيه، ابسط من النجفه الكبيره اللي ممكن تبقى مساحه كبيره جدا، هي نفس الموضوع لكن على مودرن، بيبقى غالبا الحاجات دي للدات فطبعا بشكل افضل. جه هنا قال لك مثلا ايه انا هحط في الحيطه دي بانو ماشي، يبقى انا مثلا بعد ما اعمل مكتبه تلفزيون او اعمل مثلا ساي تابلو فاعمل حواليها بانو كده صغيره على الحيطه، بستخدم السبوتات اوكي، ممكن استخدم تطعيم خشب او تطعيم ستيل تمام الجديد اللي هو موجود، ممكن احط تطعيم بدل من الخشب ده واعمل ستيل تمام بارتيشنز ستيل، يعني هنا بستخدم الستيل هنا في الايه الترابيزه بتاعت الايه الريسبشن او الانتري او وات ايفر، مش باين طبعا الصوره ايه. هنا بيبتدي يرجع مثلا ايه بص هنا لو لاحظت انت الفرش الفرنيتشر نفسه هتلاقي ميكس الخشب مع الايه المودرن، يعني هو ميكس خشب في ديتيلز خشب بس اغلبه داخل ايه للشكل المودرن او واخد الايه التنجيد اللي هو بشكل المودرن، مفيش خشب كتير يعني مفيش ديتيلز كتير. هنا نفس الموضوع، هنا الديتيلز موجوده في التنجيد نفسه اوكي، فاهمين القصه دي كده يا جماعه؟ فهو في ديتيلز تفاصيل لكن مش تفاصيل قويه زي الايه زي الكلاسيك اوكي، لا ممكن اسوي تفاصيل خشب تفاصيل ستيل الى اخره، فده معروف اللي هو الايه النيو كلاسيك او اللايت كلاسيك بعض الناس بيسموها، بقول لك ايه نمط متشكل من المودرن والكلاسيك. طبعا ترجع لك انت بقى يعني خد بالك انت ترجع لك انت في النقطه دي، انت عايز كلاسيك اكتر طاغي على المودرن ولا المودرن اكتر طاغي على الكلاسيك، فاهمني خلاص؟ يعني انت لو خدت بالك هنا من الجزئيه دي هتحس ان الكلاسيك هنا طاغي اكتر ليه، في كرانيش جبس في بانوهات على الحيطه تمام، فتحس ان الكلاسيك هنا طاغي اكتر حتى النجفه شكلها جاي كده، انما هنا مودرن صريح خلاص، تحس ان هنا في مودرن صريح، هو هنا المودرن غالب على الكلاسيك اوكي. فانت تعمل بالظبط كده يا باشمهندس محمد، بنعمل ميكس ما بين الاثنين. يبقى احنا كده بنحدد تاني، هبعت لكم ان شاء الله الطرق دي للاطلاع باذن الله تبقى عندكم. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا طرازين معماريين او طرازين ديكور تشطيب، الطراز الاولاني اللي هو المودرن والطراز الثاني اللي هو الكلاسيك، وبنعمل ميكس ما بينهم. دول اشهر حاجتين موجودين على السوق المحلي وشغالين بيهم دلوقتي ومنتشرين جدا على مستوى العالم كمان مش مستوى الميدل ايست او الشرق الاوسط فقط. اوكي كده يا باشمهندسين، حد ليه استفسار في اللي انا قلته ده؟ حد لاقي استفسار؟ تمام؟ اوكي؟ اوكي تمام. طيب بنيجي بقى النقطة بتاعتك انت بقى، انا دلوقتي يا باشمهندس خلاص انا قعدت مع العميل وخلاص فهمت هو هيعمل ايه وفهمت دماغه وعرفت هشطب ايه وظبطت دماغي خلاص وفاهم الطرز، وخد بالك نقطة مهمة قوي قوي قوي، خبرتك انك بتبقى قاعد مع العميل انت رسمت الشقة او الطراز في دماغك، يعني انت في دماغك كده انت متخيل او رسمت خلاص الشكل بتاع الشقه عامل ازاي او بتاع. اتفضل يا باشمهندس عصام.
باشمهندس حسام، اتفضل. اتفضل باشمهندس. تمام معايا؟ احنا لسه بنتناقش في البدايات كده. حاضر حاضر يا باشمهندس. اوكي تمام كده يا باشمهندسين. فانت لما بتقعد مع العميل كده، فانت لازم تقرا كده في دماغك، او تبقى كونت صوره في دماغك انت هتعمل ايه. الله يبارك لك، تسلم يا مهندس. تمام. يبقى انت كده حطينا كده تاني اهو، بنقول بسرعه. اول حاجه انت لازم تعرف ايه هو المشروع بتاعك، ايه هو نوعه، شقه او مشروع تجاري، اداري، سكني، وات ايفر، ايا كان. خلاص لكن احنا طبعا النظام السكني اللي احنا بنتكلم فيه، فانت تطلع بنقطه ان انت بتشطب شقه او فيلا، نظام سكني. تاني حاجه، ايه الطراز المعماري او طراز الديكور المطلوب للفينش؟ وقلنا في عندنا طرازين اساسيين اللي هو الكلاسيك والمودرن. خلاص، وقلنا في الميكس ما بين الاثنين اللي هنقدر نشتغل بيه. تمام يا باشمهندس، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا باشمهندس. طب انا دلوقتي كونت الفكره والدنيا عندي تمام، المفروض الخطوه بقى اللي انا هعملها دلوقتي ايه؟ انا كده خلاص، انا اوكي وقعدت مع العميل وفهمت كل حاجه، ابتدي انفذ عملي بقى. انا خلاص انا ظبطت دنيتي كلها. فعندك خطوه مهمه جدا جدا جدا، تمام؟ ايه هي؟ ان انت سعادتك لازم يبقى عندك البلان بتاع الوحده اللي تشتغل عليها. النقطه دي مهمه قوي. انا عايز البلان بتاعي، خلاص ماشي، او المخطط لو بنتكلم كده، تمام، بتاع المشروع الخاص بالمشروع. فاهمنا حاجه؟ انا عايز المخطط بتاعه. معلش انا بكتب، طبعا زي ما قلت لك بكتب كده بالماوس، فايه فسامحوني بقى من الخط كده يعني. المخطط الخاص بالمشروع، ما انا دلوقتي هبدا اشتغل. انا عايز دلوقتي البلان بتاع الشقه، اشوف البلان ده ايه يعني. الشقه دي كام اوضه، ريسبشن كام قطعه، في كام حمام، في مطبخ، في لازم افهم بقى الدنيا عامله ازاي. فدي مشكله بصراحه، دي اول عقده بتقابلنا كلنا ولازم تفهمها كويس قوي. احنا محتاجين او هنتصرف ازاي في النقطه دي. فانا دلوقتي محتاج المخطط، تمام؟ والمخطط اللي هو المفروض اوتوكاد، يعني بنتكلم المخطط اللي هو اوتوكاد، وهنتكلم ليه اوتوكاد تحديدا. فانت قدامك دلوقتي ثلاث حاجات هتوصل بيهم للمخطط ده، ماشي؟ ثلاث حاجات. اول حاجه، ودي يعني صعبه شويه، يعني انا ما قابلتهاش بصراحه غير قليل قوي، ان يكون البلان موجود. يعني العميل يجي يقول لك ايه، ادي الشقه وادي اللي ايه المخطط بتاعها، تمام؟ يبقى البلان ايه؟ ها موجود، تمام؟ وده يمكن يعني حالات نادره قوي قوي قوي. يعني لو حد مثلا سي واخد مثلا فيلا او واخد شقه من الشركه، والله لو هو طالع ناصح شويه او عنده خبره في الموضوع ده، في انه شطب قبل كده، ممكن يطلب من الشركه الام، والله يا جماعه ابعتوا لي ممكن اخد مخطط الشقه، تمام؟ ليه يا باشمهندس؟ والله انا عايز مثلا بشطب او هديها لباشمهندس الديكور، فهو محتاج يبص على المساحات والفراغات او الزونز بتاعتي اللي موجوده، كام غرفه، ريسبشن قد ايه، الى اخره. فان يبقى البلان موجود، فده بصراحه يعني تحمد ربنا يعني ايه، وتبوس ايدك وش وظهر يعني. يبقى انت كده نجدك من حاجات كتير قوي. تاني حاجه، خلاص، ان سعادتك يكون في بروشور زي اللي انا شفته عندك ده. يبقى في عندك بروشور او بامفلت، يعني في بروشور، تمام، او بامفلت اللي احنا بنتكلم بقى بالفوتوشوب، ها، تمام. بروشور او بامفلت بيبقى موجود، تمام، ماشي. بروشور او بامفلت بيبقى موجود، ده بيجي من ايه؟ من الشركه برضه. خلاص، الراجل هو بيشتري كده في العقد، ممكن يديله ايه؟ توزيع الشقه من الداخل. اوكي، ده كده يعني. هو خد بالك برضه، هو ده مش حل، هو متعب، لكن على الاقل بيحل معاك 50% من المشكله. يعني هو بيحل معاك كده 50% من المشكله، خلاص. لكن عندك حاجه تقدر تشتغل عليها، عندك اساس. اوكي، عندك اساس تقدر ايه تبني عليه المشروع بتاعك او التخطيط بتاع البروجكت بتاعك. طيب، النسبه الكبيره بقى والعلقه المحترمه قوي اللي احنا بندبس فيها وبنتعب فيها جدا، ان سعادتك لا في بلان ولا في بروشور. يبقى سعادتك هتنزل ايه؟ ترفع، ها، رفع المساحات يا باشا. انت اللي سعادتك اللي هتنزل، ها، تعمل ايه؟ تنزل سعادتك الموقع، ها، معاك كده مساعد، ماشي، خلاص، او تبعت حد من عندك. مثلا لو انت عندك مكتب او عندك حد من المساحين، خلاص، من الشركه عندك، تبعتهم دول يرفعوا لي مقاسات الشقه دي او مساحات الشقه دي. فسعادتك بتبعت الناس يرفعوا لك المساحات من الشقه، وتدي سعادتك ترسمها كاد، او ان حد من الاستاف او اللي رافعين المساحه هو اللي يرسمها لك كاد، تمام. ودي طبعا للاسف 90% من الشغل، تمام، يعني 90% من الواقع، تمام، هو اللي بنحب ننزل نرفع مقاسات، تمام. ليه؟ لان احنا بعض العميل ممكن الشركه تدي له البلان،
ممكن تديله البروشور او بامفلت، فممكن يبوظ منه، يتقطع، يترمي، حطه في حته ونسي هو فين، وارد طبعا. ده العميل هو ايه اصلا، هو مش في دماغه بقى ان البامفلت او البروشور او حتى البلان هي ممكن يحتاجه في حاجه بعد كده. اوكي، هو مش في دماغه يعني، هو مش مركز انا ممكن، لا انا محتاجه مش محتاجه، او هو بيني وبينك بيستسهل يقول لك يا عم ما المهندس ينزل يقيس، انا هوجع دماغي ليه؟ تمام. طبعا هي من الموضوع مش عندي بقى ولا خناقه ولا هقول له لا طب انت مش عارف ايه وتصرف وهات لي، لا طبعا بنبتدي نشتغل. فنسبه كبيره جدا بنشتغل احنا بننزل احنا نرفع المقاسات، بننزل الموقع نرفع المقاسات بتاعتنا. اوكي، فطبعا رفع المقاسات ده محتاج حرفيه كويسه، محتاج تفاصيل كتير جدا، وبعد ما بترفع المقاسات دي لازم ترسمها على الكاد بشكل احترافي او شكل كويس، لان هو ده اللي انت هتشتغل عليه، هتشتغل عليه المشروع كله سواء الكاد او الماكس او الفوتوشوب. تمام، يعني انت اللي تعمل كل حاجه من A to Z. معايا كده باشمهندسين ولا حد عنده مشكله؟ واضح الكلام ده؟ طيب تمام، نشيل بقى الكلام ده كده ونبتدي بقى نشوف الكلام ده او الثلاث طرق دول هنشتغل عليهم ازاي. هنعمل كده كلير للدرونج بتاعتنا ونرجع بقى ايه نفتح كده ايه المشروع بتاعنا. ده كده مشروع انا شغال فيه حاليا، دي عماره في مدينه نصر في الحي السابع، اعتقد صورها عندي هنا عشان برضو الناس تبقى متخيلها. اشوف كده الصور هنا فين، بسم الله. الصور بتاعتي اعتقد في ليها صور هنا كنت مصورها. طبعا انا العماره دي بفضل الله انا واخدها كلها، طبعا التشطيب لسه اشتغل فيها، كنت اشتغلت فيها فتره، انا اللي حطيت التصميم بتاع الواجهه ده بصراحه، وبعدين سافرت وسبت الشغل خالص، وبعدين هو حد تاني يكلمها كمل، سوري كملها قصدي، حد تاني كمل الشغل، فللاسف الشغل باظ زي ما انتم شايفين كده. فلما انا رجعت فلقيت العميل كلمني تاني وقال لي يا باش مهندس احنا محتاجين تكمل بقى ايه، تصلح اللي ايه او تكمل شغلك بالشكل اللي احنا كنا متفقين عليه. المهم دي عماره زي ما انتم شايفين كده خلاص، موجوده في مدينه نصر شغال فيها الحمد لله، يعني بفضل من عند الله يعني، دي شغال فيها حاليا بشطب فيها، دي اللي كنت عامل لكم منها بس مباشر، بس زي ما انتم شايفين مفيش لسه خدمات، فالدنيا مضلمه اصلا بالنهار يعني شايفين، فايه معلش اعمل بس مباشر منها ليلا، بس ممكن احاول ادبر الامور دي ان شاء الله باذن الله. فالعماره دي زي ما انتم شايفين كده هي عباره عن شقتين. اوكي، طبعا ما دام عماره ومشروع جديد فاكيد عندي المخطط بتاعها، فالمخطط بتاعها الداخلي اللي هو ده المخطط الكاد، يعني نعتبر ده كده مش موجود دلوقتي، تمام نخفيه كده نقول بعد اذنك ايه كانه مش موجود. فده المخطط الهندسي بتاعها، تمام ده المخطط الهندسي بتاع الوحده او الكاد بتاعي اهو، تمام بالابعاد بقى كل حاجه بالايه بالمساحات بتاعته. لو احنا جينا مثلا سي، طبعا بعض الناس ممكن تبقى فاهمه انا بعمل ايه وبعض الناس لسه، فالكلام ده ايه هنشرحه ان شاء الله خلال التدريب ده. تمام، فادي كده بالظبط عندي المساحات بتاعتي التوزيعه الداخليه بتاعتي للشقتين. يبقى عندي هنا ده الدور المتكرر، تمام مش الدور الارضي ده الدور المتكرر. عندي هنا الطرقه ده الاسانسير، هنا السلم طبعا ماشي، وهنا سلم الطوارئ، يعني هنا في سلم وهنا في سلم، وده الاسانسير بتاعي، ده الكوريدور بين الوحدتين، ده الباب بتاعي بيدخلني هنا ريسبشن. خلاص الريسبشن باين من الصوره ان هو ادي قطعه وادي قطعه، تمام. طبعا لو انت ضغطت شويه ممكن يبقى هنا قطعه وهنا الثانيه وهنا الثالثه، ده شغلك انت بقى كبتاع ديكور راجل كده فنان تبتدي تشتغل وتطبق على الكلام ده. فانت ممكن يبقى هنا عندك قطعه، تمام، وهنا قطعه وهنا قطعه. طب الكلام ده بيحكمني بايه؟ بالمقاسات بقى اللي هنشتغل عليه. خلاص يعني الدايمنشنز بتاعتي او الابعاد بتاعتي ببتدي اقسم الكلام ده كله. طيب نفس الموضوع تلاقيه هنا الناحيه الثانيه، وهنا في بلكونه كبيره مش صغيره. اوكي، وده المدخل او الباب بتاع البلكونه بتاعتي. في هنا حمام ضيوف، تمام، قريب طبعا من الريسبشن بتاعنا، في حمام ضيوف، في المطبخ، تمام، في كوريدور طبعا اهو، وفي عندي غرفه اثنين ثلاثه وحمام رئيسي. اوكي، فعندي هنا واحده ثلاث غرف وحمامين ومطبخ وريسبشن وتراس. نفس الموضوع بالظبط هتلاقيه ميرورد الناحيه الثانيه بالظبط. اوكي، ده كده المخطط بتاعي او البلان بتاع المشروع بتاعي. ده المفروض ان انا عايز اشتغله وابتدي انظم عليه الشغل بتاعي، او ابتدي افرش عليه وابتدي اطبق الكلام ده كله واخده بقى للماكس انفذ عليه او اطلعه اظهار معماري. واضح كده يا باشمهندسين؟ فده اول نقطه ان هو راجل بيديني المخطط كده فالدنيا زي الفل، خلاص انا كده ايه شغال تمام التمام وكده ايه 100 فل و10، ده اول خطوه احنا قلناها. اوكي؟ طيب الخطوه الثانيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها، في حد تقريبا عنده، في حد عنده مشكله في الانترنت بيخرج ويدخل، تمام ماشي اوكي.
يبقى ده اول حل عندي. طيب الحل الثاني بقى ان هو يبقى عنده تمام البلان ده او البروشور ده، ممكن نبعده كده شويه، او ممكن مثلا ايه ناخد كل ده كده، عفوا نعمل كل ده كده هايدز، ما يبقاش عندي غير البلان ده اللي هو اشتري عليه. شايفه ده بلان او بروشور او بامفلت وات ايفر يعني، فبيديه له بيقول له اتفضل يا باشمهندس ده البلان المعماري بتاع او توزيع الشقه بتاعت حضرتك. طبعا خد بالك هي ما لهاش ابعاد وما لهاش اي حاجه خالص، لكن هو اديها لك صوره كده اهي تمام، توزيعه في الشقه بتاعتك والتصميم بتاعها. فانت تقول له خد يا باشمهندس ده اللي هم ادوها لي في الشركه، دي الخطوه رقم اثنين. يقول لك اتفضل ادي الايه البروشور ده او البامفلت ده، هم اللي ادوه لي للشقه بتاعتي او للبروجكت بتاعي. تمام، يبقى دي الخطوه رقم اثنين. طب الخطوه رقم ثلاثه بقى، الخطوه رقم ثلاثه سعادتك بقى، انا احاول ان شاء الله باذنك يا رب في اي يوم كده اكون هناك بالنهار، الجو كده يكون رايق شويه من العمال والزحمه، احاول اعمل لكم تصوير ازاي بقيس وبرفع المقاسات من المكان. يعني ان شاء الله باذنك يا رب ممكن على المحاضره الجايه باذن الله اكون صورت لكم فيديو، حتى لو هصوره بالنهار يعني، وابقى اوريه لكم في ميعادنا على ميعادنا بالليل يعني ان شاء الله. هحاول اصوره لكم كده ازاي بعرف على المقاسات وازاي بشتغل في المكان. طبعا رفع المقاسات برضو لازم يكون بحرفيه، ولازم تهتم بكل تفصيله عشان الكلام ده انت هتنفذ عليه شغل، لازم يكون مظبوط بالملي. لو بوظت اي حاجه او رفعت مقاس غلط هياثر معاك طبعا في الشغل بتاعك. فده البند رقم اثنين. بند رقم ثلاثه بقى ان انت مفيش حاجه خالص، هتنزل ساعتك بقى تعمل ايه؟ زي ما قلت لك تنزل تقيس وتعيش حياتك جوه ايه الموقع. تمام كده يا باشمهندسين؟ حد ليه سؤال حتى الان؟ حد ليه اي سؤال؟ باشمهندس عصام ماله ملف الاوتوكاد؟ باشمهندس عصام بيسالني بيقول لي ملف الاوتوكاد، ماله ملف الاوتوكاد؟ تدفع كام يا باشمهندس عصام؟ بس ده شغل بقى، ده بيزنس. تدفع كام ابعت لك الملفات؟ باشمهندس حسام سكت، عارف انت اول ما اتكلمنا في فلوس باشمهندس حسام سكت صح؟ ماشي يا هندسه تمام؟ لا 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 ابدا يا هندسه، ابدا ابدا، عينيا ليك عينيا، تامرني يا هندسه. على فكره انا بضحك معاك، وباشمهندس محمد طبعا من اصدقائي القدام جدا، فهو عارف اسلوبي يعني، فانا بضحك بس معاك. تمام يا باشمهندس محمد، لا بكلمك باشمهندس عصام يسعي، باشمهندس عصام يزعل ولا حاجه يفتكر ان احنا كده، لا انا بضحك معاك بس مش اكتر يا هندسه. طب مني باشمهندس عصام انا، يا حاضر الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك يا رب. تمام يا هندسه. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في ثلاث طرق للشغل بتاعنا. انا بكلمكم على فكره بمنتهى الامانه والوضوح، لان هو ده الواقع، ده اللي احنا كده، عشان كده احنا سميناه الورك شوب. انا بتكلم في، انا مش شرط ان انا اشرح كاد ولا اشرح مع الناس اللي بتشرح كاد وبتشرح ماكس، واليوتيوب مليان شروحات وياما ناس واخدت كورسات، لكن الشغل العملي بقى، ان انا هنزل موقع هعمل ايه؟ يعني دلوقتي انا خلاص عايز اشتغل النهارده. يعني معظم الناس اللي موجودين معايا دلوقتي في اللايف تمام؟ بالظبط ارض الواقع، بالظبط بالظبط كده، ده ارض الواقع. انا نزلت الارض، لازم نازل السوق. انا دلوقتي خلصت خدت، يعني ناس كتيره جدا بتخش شركات تدريب وبي على اليوتيوب وبياخدوا شهادات ودنيا، خد كورسات، واحد خد كاد تمام، واحد خد ماكس، وخد كل الحاجات دي كلها. ازاي بقى هنفذ الكلام ده على الواقع؟ يعني ازاي هنزل اشتغل النهارده؟ عايز انزل افتح كده مكتب واشتغل، او انزل السوق اشتغل. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ده اللي انا عايز اعمله، يعني ده الهدف بتاعي انا من الورك شوب نفسه، ان انا اقول لك ازاي تشتغل وتطبق اللي انت اخدته في الكورسات بتاعتك. اوكي تمام كده يا باشمهندسين. طيب يبقى انا كده زي ما قلنا عندنا ثلاث حالات دول، يبقى انت عندك البلان جاهز اهو زي ما انت شايف، او ان هو بيجي لك بروشور زي كده، او ان هو بيجي لك، او انت بتنزل ترفع المسائل عفوا من الموقع بتاعك. تمام كده يا باشمهندسين. اوكي تمام. طيب وانس بقى ان انت جالك البلان بتاعك زي ما انت شايف كده، احنا كنا بنتكلم عليه كده اهو، نخفي بقى دي، جالك البلان بتاعك اهو كده ماشي، ادي البلان المعماري او ادي التوزيع بتاعت الايه المشروع بتاع حضرتك اللي سعادتك هتشتغل عليه. تمام المشروع بتاعي ده خلاص انا رسمته، طبعا هنرسمه مع بعض ماشي، عشان نعرف ازاي المشروع اترسم، كمان مراجعه للرسم واسلوب الرسم، يعني معلش يعني مع كل احترام وتقدير طبعا لكل زملائي الاعزاء واساتذتي الكرام اللي اشتغلوا او بيدرسوا كاد، لا معلش انا ليا سيستم، معلش ممكن اكون انا مختلف في حاجه، بس انا بالظبط كل واحد ليه طريقه، فانا عايز اشتغل بطريقه معينه انا بشوف انها
مناسبة وبسيطة، فعايزين نرسم بالظبط. فعايزين نرسم الكاد المعماري او البلان ده يعرف يترسم ازاي. هنرسمه منها، نراجع كده بسرعة على الاوامر، ومنها ان احنا نرسم الايه البلان المعماري. تمام اوكي، فده اول نقطة احنا عايزين نتكلم فيها. طيب النقطة الثانية طبعا موضوع الصورة ده حوار بقى شوية. يعني انت ازاي عندك صورة، خلاص الصورة دي ازاي ارسمها او ازاي اشتغل عليها، دي قصة بقى انا اعتقد ان ما حدش اتكلم فيها، ما شفتش حد بصراحة تعرض لها شرح قبل كده، او لو حد يعرف يعني، ما اعرفش حد من الموجودين يعرف، حد يعرف الحاجة دي ممكن يشتغل بيها ازاي؟ لا ما هي ما فيش، ما بص انا جايب لك الحاجة من الواقع، انا مش جايب حاجة من عندي يعني انا جايب لك حاجة واقعية، مش ان انا ماسح المقاسات ولا حاجة يعني. تمام؟ معلش باشمهندس، معلش الاسم ايه باشمهندسة تقريبا؟ تمام، سكيل سكيل الاين باشمهندس، ماشي اوكي، عن طريق ريفرنس، تمام جود كويس، تمام حلو قوي. طب ما الناس بسم الله ما شاء الله، جميل جدا قوي، حلو جدا، تمام ريفرنس عن طريق الريفرنس، جميل جدا. طيب يبقى دي الى حد ما في نسبه معلومات كويسه، ماشي طيب حلو قوي. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي هنشتغل بيها، عن طريق الريفرنس. والطريقه الثالثه طبعا ان انا انزل ارفع مقاسات من الواقع. اوكي، يبقى دي عندي ثلاث طرق هشتغل عليها. طيب نبدا باول طريقه دلوقتي نشتغل بيها، ان انا ارسم البلان المعماري بتاعي ده، والطريقه الثانيه الريفرنس، والطريقه الثالثه ان شاء الله انا هحاول اسجل لكم بيها فيديو، ان انا ارفع المقاسات وارسمها على الاوتوكاد. اوكي طيب، السؤال بقى الفني دلوقتي اللي انا يعني اكيد كلنا بنساله، طب ليه مش اشمعنى اوتوكاد يا باشمهندس؟ يعني انا ليه ارسم المشروع بتاعي او ارسم البلان بتاعي واوجع قلبي واتعب نفسي وارسمه اوتوكاد؟ يعني طب ما ليه ما اشتغلش باي برنامج تاني؟ يعني ليه الدنيا عندي مش كده يعني؟ تمام، ليه اوتوكاد؟ هقول لك، الاوتوكاد برنامج دقيق جدا وابعاده مظبوطه قوي، واسهل برنامج عندي في الشغل بتاعي. يعني انا هنا بقدر بالظبط احسب المساحات بتاعتي فعليا كام في كام، خلاص بالظبط زي ما قال كده باشمهندس محمد، اسهل وادق، سهل جدا في شغله، تمام، اسهل من برامج كتير قوي، تمام، ودقيق جدا، تمام، يعني بعد بالملي، تمام، بالجزء من الملي كمان. فانا هنا لما اجي افرش او ابتدي اشتغل على البروجكت بتاعي، فانا واخد يعني عايز اقول لك يعني ها نسبه 0% خطا. اوكي، مع اني برضو بعمل حسابي في افكار العميل. العميل ممكن في وسط الشغل كده يطلع لك بفكره كده مجنونه يلخبط لك دماغك كلها ويلخبط لك المشروع كله، لكن انت بتبقى ماشي بابعاد دقيقه جدا. حتى بص يعني، حتى بقول لك ايه، بص من هنا لهنا كام، 4 متر 37 سنتي، 37، انت متخيل يعني ايه؟ مش ماسك كده، تمام اوكي تمام بالظبط، يعمل اكسبورت فعلا، مش بس ما تقول انا بطلع اكسبورت ممكن اصدر منه لبرامج تانية، ده صحيح فعلا، وده اللي انا بستخدمه، لان هصدر منه من الماكس على طول. اوكي، هصدر منه للماكس مباشره. اوكي ليه؟ لانه خد بالك من نقطه، برضو في نقطه لازم نفهمها كويس قوي، ان انت عندك برنامج الكاد والريفت والماكس الثلاثه انتاج شركه واحده اللي هي شركه اوتوديسك. اوكي، يعني الكاد والريفت والماكس او الاوتوكاد تحديدا يعني، والريفت والماكس الثلاثه اصدار لشركه واحده، فالتنقل ما بينهم سهل جدا. فالكاد سهل جدا اطلع منه للماكس او للريفت، والعكس صحيح، ممكن اطلع من الريفت للكاد، وممكن اطلع برضه من الماكس للكاد. لان في نقطه برضه مهمه جدا بنعملها في الاخر، لو شوب دروينج بقى اللي هو لوحه تنفيذيه، انا بطلعها من الماكس للكاد، ابتدي احط عليها الدايمنشن عشان التنفيذ. اوكي تمام كده مش مهندسين؟ طيب جاهزين نبدا نخش على طول في الكاد، ولا تحبوا ناخد بريك شويه 5 دقايق ولا حاجه؟ ولا كله جاهز نكمل على طول براحتكم؟ مش مهندسين، طيب مش مهندس محمد بيقول لي اوكي، جاهزين مش مهندس شقه، تمام اوكي تمام جاهزين، خلاص على خيره الله. اوكي طيب، جميل جدا، الله ينورك. انا كده ناس حماس كده والدنيا تمام، ثم خد تمام، هي الفكره كلها ايه؟ باشمهندسه ريم بتقول الاوتوكاد بتنقل السكتش اب، ده سؤال ولا معلومه؟ باشمهندسه ريم، سؤال ولا معلومه؟ معلومه، يعني قصدك ان الاوتوكاد بيروح للسكتش اب. اوكي تمام ماشي. طيب هي الفكره كلها يعني انا بصراحه يعني مش حاجه، بس والله انا بقول لكم يعني ده رايي شخصي، يعني انا بصراحه ما بحبش السكتش اب، تمام،
ممكن الناس تقول شايفاه سهل وبسيط ولذيذ وكل حاجه، وبيطلع شغل برضه كويس، مش هقول وحش. بس انا يعني السكتش اب انا ممكن حاضره من اول ما بدا. السكتش اب برنامج هو عاملاه شركه جوجل، تمام، وبرنامج كان معمول كده للعب يعني، عارف انت تقعد تعمل ديزاين كده وبتاع مش عارف ايه، وكان برنامج عادي جدا خالص يعني، برنامج كده زي برنامج الرسام يعني، تمام. موجوده برضه في الماكس، موجوده المقاسات مش منسنوها، بالذات ان لو طلعت بيه الكاد هنا مظبوط خلاص مش هيفرق، مش هيفرق عندي يعني. تمام، مش منسنه بس بتقول لك بتحس انه كرتوني. بقول لحضرتك هو معمول على الجوجل، شركه جوجل اللي عاملاه، وكان معمول مش بيطبقوا اساس بالظبط السكتش اب فعلا، السوق مش بيطبقه، تمام، من الزيرو والزيرو. الله، مش هو انسان، ما انت فاكر اهو، الله يبارك لك، ما انت فاكر اهو الدنيا من الزيرو والزيرو. ماشي يا باشمهندس انا، اوكي. فهم جم بعد جوجل، قصه بقى الجوجل بقى نفسها، كان السكتش اب الاول كان موجود عادي جدا، وكان حتى بيشتغلوه اونلاين وكده وعلى النت، وحاجه كانت بسيطه قوي. اصبح له وجود وكيان لما اشتروا له الفي راي، لما اشتروا في راي من شركه جيز جروب، تمام، اشتروا له الفي راي، فاصبح الريندر بتاعه كويس ويكاد يضاهي ال 3 دي ماكس. لكن ما ننكرش ان الماكس ما زال متربع على 10 3 دي خلاص بقوه، تمام. ما في عندك برضه برنامج بلندر يعني اخف واسرع، مش اخف واسرع يمكن شويه من الميني ماكس، تمام، لكن ما زال الماكس برضه يعني اقوى ومحتفظ بمكانته في جزئيه ال 3 دي، تمام. ودلوقتي لما نزل كمان الفي راي 5، تمام، الاصدار الخامس، سهل الدنيا اكتر واكتر يعني، تمام، سهل الدنيا اكتر واكتر. طيب اوكي، تعال بقى نبدا نشتغل في الكاد، الناس كده تركز معايا الاول. كل الناس تعرف تشتغل كاد ولا حد عنده مشكله في الكاد؟ مش هتيجي، كل الناس تعرف تشتغل كاد ولا حد عنده مشكله في الكاد؟ تمام، كله اوكي كاد. طب الله ينور عليك، يبقى انا حلو، يبقى انا كده اشتغل على طول، تمام، جميل، يبقى انا هشتغل على طول. لا يا جماعه على فكره ما فيش مشاكل، لو في حاجه قولوا لي يا جماعه، لو في حاجه قولوا لي، لو في مشكله انا طبعا هشتغل وارسم قدامكم خطوه بخطوه، وانتم مطلوب منكم فقط ان انتم يعني تطبقوا الحاجات دي. باشمهندس تمام مبتدئ، اوكي ماشي، تمام باشمهندس محمد. لا بصوا يا جماعه، اصل انا اقول لكم على حاجه يعني، انا دايما بقول انت احنا هنا مع بعض عايزين نستفيد بقدر الامكان. انا عارف طبعا ان احنا ده مش كورس، تمام، لو في محتاجين كورس بعد كده ممكن ابقى ارتب مع باشمهندس عمر ان احنا ممكن نعمل كورس اوتوكاد. الله يبارك لك باشمهندس ايمن، الله يبارك لك يا رب، الله يعزك يا رب. لو في حاجه ممكن ابقى ارتبها بعد كده للمبتدئين، او اللي عنده مشكله، لو عنده مشكله في الكاد ممكن ابقى نعمل حاجه ريفيجن سريع كده، ايه كم محاضره للكاد ان شاء الله. مش مثلا هنتكلم على سكيل بس، يعني هنفضل مرحله مرحله يعني، نبدا الاول نرسم البلان لو موجود ازاي بترسم، وبعدين موضوع السكيل هنتكلم فيه، وبعدين ازاي ارفع مقاسات وارسمها. يعني هناخد ان شاء الله باذن الله الثلاث مراحل بتوعنا باذن الله تعالى، واعتقد ان الكاد ثلاث محاضرات تقريبا، فاحنا هنحاول ناخد الثلاث محاضرات الثلاث طرق باذن الله، تمام اوكي. طيب نبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد اول جزء عندي. طبعا سيبك بقى من الكلام ده كله الاول كده، انا بفتح الكاد بتاعي اهو، ده الكاد ماشي، انا عندي اصدار 2020 ماشي زي ما انتم شايفين كده. الله يبارك لك يا هندسه، تسلمي. الاصدار شغال على فكره، ما عنديش مشكله في الاصدار خالص، اوكي، وان كان وضحت الكلام ده دايما بشرحه دايما باستمرار. انا يهمني بس انك ما تقلش عن 2015، تمام. واحد يقول لي طب اشمعنى 2015؟ اقول لك عشان الشكل تقريبا واحد، تمام، شكل واحد. شكل واحد ازاي؟ انا مثلا سيب بفتح اي مشروع جديد، هاجي طبعا هنا، طبعا بتفتح المشروع بتاعك خلاص، بتلاقي ممكن اقفل خلاص ابن رومي دلوقتي، خلاص اقفلها كده كانها مش موجوده، اعمل لها كلوز، اوكي تمام. بتفتح تلاقي كده بالنسبه لك اهو ستارت، والدنيا فاضيه خالص، مفيش اي حاجه خالص. ببدا هنا ستارت، من هنا ستارت دروينج، كليك عادي، يبدا معايا نيو بروجكت. طبعا عشان اكون صريح معاك، انا ببقى مظبط البرنامج بتاعي على شغلي انا يعني، انا خلاص بقى، خلاص انا راجل مهندس وراجل المفروض ان انا بروفيشنال وليا شغلي خلاص. انا بتكلم ان جنرال، مش بتكلم مع ناس، مش بفكر في نفسي يعني والله، بس انا بتكلم ان جنرال يعني، ان انا راجل دلوقتي خلاص متمرس وفاهم دنيتي عامل ايه، وعارف انا خلاص انا عايز ايه. فانا المفروض انا مظبط البرنامج على التولز بتاعتي او الاعدادات اللي انا محتاج اشتغل بيها. فبدا معايا كده بيديني دروينج 1 زي ما انتم شايفين كده اهو، ده دروينج 1 اوكي، بروجكت فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه تماما، تمام، زي ما انتم شايفين كده عندي. طيب انا دلوقتي عايز ابتدي اشتغل في المشروع بتاعي. زي ما قلنا
لحد 2015 ليه تاني؟ عشان اكد عشان مجموعه التولز اللي تحت دي زي الموديل واللاي اوت ومجموعه الدروينج ايديز اللي تحت دي كلها كده تبقى في نفس المكان والشكل، تمام؟ نفس الشكل ده ما بتحسش بفرق كبير تماما لحد 2015. طب يا باشمهندس لو عندي 2014 هتلاقي بقى مجموعه الايز دي في الايه في الشمال والموديل واللاي اوت في اليمين، هتلاقي مجموعه في لخبطه. هي التولز موجوده بس هتحس بلخبطه. ها اذا مثلا تقول ايه ده باشمهندس جاب دي من اليمين، إيه عندي هنا في الشمال، طب هنا في الشمال، طب هنا في اليمين. فهمنا الفكره عامله ازاي؟ فمن اول 2015 حتى الان تقريبا نفس التوزيع بتاعت التولز على الشاشه، اوكي؟ فلو حد مثلا عنده لاب ضعيف شويه او شغال على جهاز او اصدار اقدم شويه او موجود، ما عنديش مشكله من اول 2015 16 17 لحد 2020 و2021 كمان نفس الايه الاماكن بالظبط ونفس التولز في مكانها، تمام؟ طيب تعالى بقى نظبط مع بعض الاعدادات اللي انا بظبطها للشغل بتاعي. انا عندي البلان المعماري او هرسم بروجكت، بعمل ايه؟ خمس خطوات مهمه جدا اللي عايز يكتبهم ورايا يكتبهم. خمس خطوات اساسيين قوي لازم اعملهم. عايز تكتب يبقى افضل، يعني عايز تكتب افضل ليك انت كريفرنس ليك، ماشي؟ اول خطوه عندي لازم احط اليونتس بتاعتي، لازم اعرف اليونتس في المشروع بتاعي، تمام؟ اليونتس وبرنامج الكاد طبعا عارفين اختصاراته، يبقى يو ان اهو الاختصارات بتاعتي، تمام؟ يو ان ماشي سبيس مسطره هيديني ايه اليونتس بتاعتي، ماشي؟ فاليونتس هنا مظبوطه فين؟ قال لك والله هنا اللينس زي ما انت شايف كده الانجل والسكيل بتاعك الريزوليوشن سكيلز اللي هي اليونتس بتاعتك واللايتنج. طبعا اللايتنج ده مش بتاعنا لا 3 دي يعني. اللينس بيقول لك هتشغل ديسيمال رقم 10 صحيح، الكسر ال 20 برسنتج بتاعتك واليونتس اللي انت شغال بيها. كتير جدا بشوف ناس يقول لك يا باشمهندس مش فارقه، ما انا ممكن اشتغل عادي ومش فارق معايا والدنيا زي الفل، وبعدين في الاخر في السكيل في الطباعه تمام ده لو هطبع يعني خلاص الدنيا هتظبط معايا. هقول لك لا، الكلام ده غير صحيح وبيعمل معانا مشاكل كبير جدا. انا مش هسيب كل حاجه زي ما هي وهروح هنا مثلا اجيب بلوك كده من البلوكات جوه البرنامج، يعني مش هجيب حاجه من بره. اي بلوك كده من البلوكات اللي هنا مثلا وليكن مثلا في الاركتكتشر هنا هجيب مثلا في المتريك، او انا شغال المتريك صح؟ واقول لك هات لي مثلا ايه الالومنيوم ويندو اللي هو الاليفيشن بتاعك، شايف الشباك نازل قد ايه؟ تمام؟ انا جايب منين؟ من البلوك اهو، تمام؟ ده شباك، في مشكله كده؟ طيب تعال اظبط اليونتس بتاعتك بقى اهو يو ان، خد بالك كويس قوي لما اظبط اليونتس واجي اقول له مثلا تعالى خلي لي ده بالمتر اهو هنا بالمترز بتاعتي خلاص شايفين ايه؟ مترز اهي، واقول له اوكي. لو جبت نفس الشباك خد بالك اهو نفس الشباك وجيت انزله هنا، شايف الفرق؟ شايف الفرق عامل ازاي؟ تمام؟ الناس اصل انا مشكله بلاقي كتير قوي اجي اقول مثلا نحط اليونتس ونظبط الفايل بتاعنا، يقول لك لا يا عم يونتس ايه والكلام ايه، ولا احنا نرسم وبعدين في الاخر بنظبط اليونت في السكيل. طبعا انا بشوف النقطه دي غلط، يعني هي وجهه نظر وانا طبقتها قدامك اهو عملي لما من غير اليونتس بعد. طب ده تيجي نقيس كده، لو جيت مثلا اقيس ده كده ها اخد الدايمنشنز بتاعته اهي من هنا من البدايه للنهايه، شوف ده قد ايه؟ ده 90 سم صح؟ تمام؟ يبقى كده الدنيا عندي مظبوطه. طب ما نيجي نقيس ده، خد الدايمنشن بتاعه كده اللي انا نزلته هو نفس الشباك من هنا لهنا، تمام؟ قد ايه مديهوني؟ 35 متر ونص تقريبا. فطبعا الموضوع صعب جدا، فيا ريت لو سمحت موضوع اليونتس بقول ان الموضوع مهم جدا جدا جدا، واتمنى تكون الصوره واضحه بالنسبه لك. ده مشكله. واضح الكلام ده؟ واضح يا باشمهندسين؟ باشمهندسين الاعزاء تمام؟ الله ينور عليك يا باشمهندس. تمام. باشمهندس محمد بيقول لي بس ده حاسبه بمتر، يعني ايه هو ايه هو ايه اللي محسوب بالمتر؟ هو ايه بالظبط يا باشمهندس؟ الشباك الكبير. لا ما هو طبعا ما دلوقتي خلاص شغلته بالمتر. ما هو انا دلوقتي يا باشمهندس محمد تمام انا في الاول لما كنت شغال هو كان شغال بالانش خلاص تمام او يونت خالص، يعني هو الانش تمام كان ده اللي موجود. فلما جيت انزله هو بيعمل زي عمليه تحويل اوتوماتيك من المتر، لان انا لما كنت جايبه من هنا كده من الفيو تمام اشتغلت من هنا تول باليت انا المفروض بشتغل بالمتر، فانا لما اخد السكيل بتاعي انا بديك اكزامبل، انما انت لو بتجيب بلوكات من بره خلاص هيبان معاك بشكل كبير. فهمنا؟ لو بجيب بلوكات من بره انا بجيب لك من جوه البرنامج دلوقتي، مش عايز اخش بقى الموضوع، انا بنقل لك من فايل لفايل بيعمل كونفرت اوتوماتيك في عمليات حسابيه كده جوه البرنامج بتحب تعمل كونفرت خلاص. فانا عشان رايح دماغي من الكلام ده كله ما ادوهش نفسي، لا بمشي مظبوط واظبط اليونتس عشان ايه يبقى التحويل بتاعي مظبوط. تمام باشمهندس محمد وضحت ولا لسه؟ اوكي هندسه؟ طيب
يبقى انا اول خطوه بعملها بحب ان اشتغل كده، اقول لك حط لي يونتس لو سمحت، يونتس تمام سبيس اوكي، وهنا قال لك الديسيمال وبختار هنا. طبعا هو الانش هنا جاي لان طبعا خد بالك ان البرنامج امريكي اوكي والشركه امريكيه، فاوريدي ما بيشتغل بالفيت والانش تمام، بيشتغل بالفيت والانش. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده كله، احنا عندنا حاجه من الاثنين، يا متر يا ايه يا سنتيمترز اوكي. المترز طبعا بيشتغل بيه اركتكتشر المعماري، السنتيمترز بيشتغل بيه الديكور، يعني بتاع الديكور بيحب السنتي قوي لان هو بيمشي ايه بالتفاصيل، عنده مقاسات بالسنتي، يقول لك مثلا والله الاوضه مثلا ايه او البلاطه كام سنتي في كام سنتي، محتاج مثلا سي البورسلين كام في كام، الباركيه، فبتدي يشتغل بالسنتي بدا كتير قوي. باشمهندس محمد سام، انا ما اعرفش الاصدار اللي عندك ايه هو بصراحه، يعني انا ما اعرفش عندك اصدار كام، بس ما اعتقدش يعني انا اللي بيفرق معايا مش اصدار الماكس اكتر ما بيفرق معايا اصدار الديلي، فاهمني باشمهندس محمد؟ خلاص يعني ايه، يعني مثلا سي لو انا هشتغل مثلا ماكس اشتغل اي اصدار 2016 2000 انا اعتقد ما تقلش برضه عن 2016، 2016 كويس، 2017 2018 ماشي ما عنديش مشكله، يفرق بس معايا اصدار الديلي فاهمني، لان هي نفس التولز واحده، اما مفيش مشاكل يعني 2016 اوكي، بس الفي راي ما يقلش عن 3 و6 تقريبا، يعني الفي راي يكون 3 و6 اوكي خلاص، يعني نحاول نكون الفي راي ما يكونش اقل من 3 و6 يعني ماشي 4 اوكي 5 اوكي ما عنديش مشاكل، لكن 3 و6 ده المينيموم بتاعنا في الفي راي اوكي. اعداده سهله وبسيطه وبدا يخف في الاعدادات بتاعته والنتيجه بتاعته كويسه ماشي، انما الاعدادات بقى الفي راي القديم بقى لو 3 و2 و3 و4 والكلام ده كله بيبقى اعداداتها كبيره شويه والنتيجه بتاعتها مش ظريفه يعني تمام. مش مهندس محمد اوكي هندسه، يبقى انا كده في الاول بريح دماغي، بعمل اول خطوه واقول لك انا هشتغل بالميترز، لان طبعا انا هنا برسم، خد بالك انا برسم شقه كامله مش برسم اوضه تمام، لو انا برسم اوضه ده في المرحله الثالثه بقى انا باخد اوضه اوضه تمام في رفع المقاسات، فانا برسم بالسنتي، انما هنا انا برسم بلان كامل، فالبلان كامل هشتغل بالميترز تمام خلاص. لو انت بقى بترسم حيطه او بتحط الديتيلز بتشتغل بالسنتيمتر، ده شغل ديكور خلاص. طيب هنشتغل بالميترز على المشروع كله. الكسر العشري برده بيهمني ان انا اظبطه، انا عندي بيهمني الكسر العشري ده جدا، وطبعا عندي ما دام شغال بالمتر يبقى عندي 2 كسر 10 متر وربع متر ونص متر 75 سنتي، فبيهمني 2 كسر 10، فالزيرو الاولاني اللي هو المقاس والتو زيرو ده اللي هو الايه الكسر العشري بتاعي بس، ده اللي كله يهمني فقط الكسر العشري والمترز اوكي. طيب تاني خطوه عندي الحاجات دي كلها ببقى انا مجهزها بس انا يعني سايبها عشان بعملها قدامكم خطوه خطوه كريفيجن سريع. تاني خطوه عندي انا باجي هنا لازم احط اللايرز بتاعتي، لازم احط اللايرز بتاعتي هنا بجهزها من هنا كده. طبعا ما عنديش غير لاير زيرو اوكي، دي الكب بتاع اللاير، دي طبعا مش لاير دي اعتبرها لاير وهميه خلاص، فعندي لاير زيرو بقدر اضيف اللايرز بتاعتي كده من هنا من اللاير مانجر او لاير بروبرتيز مانجر اوكي، ببتدي اضيف اللايرز، في لاير زيرو بضيف من هنا نيو لاير مثلا، اول طبعا لاير احط لك الاكسس مثلا محاور خلاص، مثلا سي احط لايرز ثانيه مثلا سي الكولوم لو في اعمده، انا طبعا بكتب باختصار كده سريعا ماشي، وعندي مثلا سي الوول مثلا ايه بعد الوول عندي مثلا ويندو اوكي، عندي دور انا بكتب بس الحاجات اللي اللي ممكن اشتغل عليها، عندي مثلا سي ايه ثاني اكيد الدايمنشن خلاص، والدايمنشن هنا ممكن اقسمه نصين دايمنشن ان ودايمنشن اوت اوكي، فممكن اقول لك ده مثلا ده اوت دايمنشن اوت اوكي ودايمنشن ان، لان طبعا انا محتاج هنا الان قوي يعني ده انا شغال بقى عايز محتاج الابعاد الداخليه بالتفصيل ومحتاجها لوحدها يعني دايمنشن ان دايمنشن اوت، في عندي مثلا التيرس تمام او البالكوني، في ناس بتحب ايه تكتبها زي ما انت عايز بقى يعني انت تكتبها بالكوني تكتبها تيرس وات ايفر زي ما انت عايز، في عندي مثلا سي الهاتش اوكي اوكي تمام، في عندي سي مثلا سي فرنيتشر او ممكن قبل فرنيتشر او ماشي تكست الاول معلش عفوا تكست عشان طبعا اكتب الزونز بتاعتي دي عباره عن ايه، ممكن احط الهات سوري الفرنيتشر الفرنيتشر اوكي يعني تقريبا ممكن اعمل تيبل لو عايز اكتب مثلا ابعاد ولا حاجه تيبل ماشي يعني دي النقاط اللي احنا محتاجينها خلاص، ولو هتحط بقى اي تفاصيل ثانيه مثلا زي بلامبنج او هتحط مثلا اتش باك او فاير سيستم او طبعا شغل بقى بيبقى شغل بروجكت تمام او سيلينج بالظبط كده واللايتنج والكلام ده، هتحط اي ديتيلز جوه ممكن تعملها برده اللايرز بتاعتها
اوكي. ولو انت بقى الدنيا معاك تمام قوي بتشغل تفلتر كده، تديك بقى ايه ها جروبز لكل ايه مجموعه، يعني مثلا ممكن كده تعمل جروب لللايت تمام، او السيلينج ممكن تعمل جروب مثلا سي للبلمبنج، فاهمنا؟ وتحط فيها الايه اللايرز بتاعتها، يبقى كل ايه جروب ليه اللايرز بس عشان تشتغل على باند باند بدون اي ازعاج تمام. طيب تعالى بقى كده الاكسات نبتدي نعدل فيها، نقول مثلا الاكسس دايما بنديها لون، اي لون من الالوان الفاتحه، ويا ريت بلاش الوان غامقه عشان انت تشوف. اوكي بلاش عشان انت ايه تشوف. فهناخد اي لون فاتح مثلا كده ونقول له اوكي. الخطوط بتاعتنا اللاين بتاعتنا، عندنا الخط بتاعنا جميل دايما، ها ممكن نكبر دي كده شويه. عندك من سنتر وسنتر 2 سنتر اكس 2، تعالى خلينا نخلي الامور الوسط سنتر 2 سنتر، هو خط السنتر خط الايه اللي هو الاكس، اقول لك اوكي ونختار ونقول له اوكي تمام. الكولومز ممكن نديها لون خلاص، وليكن مثلا لون انا بحب دايما اديها لون الالوان النبلي دي كده. الدايمنشن ان واوت مش فارق معايا. الدور ممكن ادي له لون مثلا سي وليكن حاجه من الوود كده اللي هو البني ده، درجات البني. فرنيتشر مش فارق، الهاتش مش فارق، التيبل برضو تيرس مش فارق. تكست ممكن ادي التكست مثلا لون للايضاح مثلا وليكن لون الالوان دي كده. الويندو ممكن اديها لون برضو ايه مثلا، اديها ويندو ايه ناخد مثلا اي لون مثلا ايه من الالوان دي كده ايه ماشي اي حاجه كده خلاص. طبعا هنا في عندي قاعده في التلوين، طبعا ان انا عندي الحوائط دايما ابيض، يعني الحيطه دايما لون ابيض، فعشان اظهر الشباك جوه الحيطه او الباب لازم الونهم. فهمنا كده الكلام ده؟ يعني التلوين ده كده بختار بس الشباك والباب عشان ايه الايضاح جوه الوول. خلصت بيبقى عندك اللايرز بتاعتك اهي. اوكي تمام، يبقى دي خطوه ثانيه. يبقى اول خطوه عندي ظبطت اليونتس، ثاني حاجه ظبطت اللايرز، ثالث خطوه عندي ان انا لازم اظبط التكست ستايل بتاعي تمام. التكست ستايل بخش على انوتيت من هنا، بخش على ها التكست ستايل من السهم الصغير اللي في الكورنر ده، خش كده اقول لك اعمل لي تكست ستايل. ما بحبش اعمل ستايل جديد، بخليه زي ما هو، اقول لك ستاندرد. دي ستاندرد هنا بضيف الخط بتاع العربي. في طبعا خطين مشهورين قوي عندنا في الشغل اللي هو السوسه والاكس عرب، السوسه والاكس عرب دول خطين عربي اللي مشهورين. اوكي وبحدد الهايت بتاعتهم بيبقى في حدود 20 سم، فهمنا حاجه؟ 20 سم. اوكي وبقول له ده الستاندرد هو السيت كارنت. طيب هل انا محتاج حاجه ثانيه عندي؟ اه بحتاج الدايمنشن اكيد، لازم الدايمنشن يبقى ليه ايه تكست ستايل برضو، اخليه برضو الدايمنشن برضو سوسه لكن مش هيبقى 20، اخليه مثلا سي وليكن 10 سم. طبعا الارقام دي من خلال خبره شغل، انا بقول الارقام دي من خلال خبره شغل، وبرضو في نفس الوقت ليا ريفرنس تمام، ليا ريفرنس. ليا ريفرنس منين؟ يعني في عندي المعهد الامريكي للعماره اللي هو الاي اي اي تمام، بيعمل جايدز بتنزل كل فتره تمام على الويب سايت بتاعهم. الجايدز ده بيشرح الموضوع عشان بعض الناس ممكن تفكر. بسم الله، فين 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 يا ابو خطاب؟ في حد ويتنج، معلش ثانيه لحظه واحده. تمام ماشي اوكي. تعالى مثلا سي بسم الله كنا فين؟ اه تعالى مثلا نخش عندي كده على الفايل بتاع الشغل بتاعي عشان اوريك حاجه كده في الكاد سريعا. بسم الله، يعني الحاجات دي كلها ليها اسس علميه احنا بنشتغل بيها، مش بنجيب الكلام ده من عندنا ولا بنخترعه يعني، لا الحاجات دي ليها اسس بنتكلم فيها. ففي حاجه اسمها الاوت لاين بتاعي فين؟ بسم الله، الاوت لاين هتلاقي فيه الاي اي اي فين؟ الاي اي اي الاي اي اي الاي اي اي دايمنشن اعتقد هو ده، لا هو ده اللاير سوري عفوا، ده ايه الاي اي اهو ده كده الاي اي اي ماشي اللي هو معهد العماره الامريكي خلاص. تاني يا باشمهندس تدفع كام؟ طيب انا معلش الاسم مش واضح قوي، معلش يعني الاسم انا مش عارف باشمهندس ولا باشمهندسه، فسامح انا اسف يعني بعتذر بس الاسم مش واضح. الجايد برضو برضو ماشي حاضر تمام. بعد كده كل حاجه هتبقى فلوس يا جماعه، مش ناقص عمر خد بالك، كل اللي هطلب حاجه بعد كده هيبقى بحساب تمام ماشي. طيب فالاي اي اي ده الويب سايت بتاعهم على فكره، ليهم ويب سايت تمام مش باشمهندس الله يبارك لك، ليهم ويب سايت على موجود، يعني انت ممكن تاخد الويب سايت ده تخش عليه، انا ممكن ادوس عليك لينك كده يفتح الويب سايت بتاعه تمام. اهو تمام، هتلاقي فيه كل اللي انت ممكن ايه تحتاجه من الحاجات دي كلها تمام. اهلا بيك يا باشمهندس، ما في الاسم معلش حضرتك كاتب اسم مش واضح فانا مش عارف اقول باشمهندس ولا باشمهندس، اهلا بيك يا باشمهندس اهلا بيك تمام. ف
فده اللي هو المعهد العمارة الامريكي، ده اللي هو الاي اي اي كاد لاير جايد لاينز، تمام؟ ده اللايرز، ازاي تكتب اللايرز. يعني بص هو كاتب لك اللايرز ازاي تكتبها، بيقول لك ازاي امريكان يعني سي تي اي اوف اركتكت اللي هو المعهد العمارة الامريكي، وعنوانه وتليفونه والتواصل ده كله. فهنا بيقول لك حتى لو خد بالك مش اللاير ده كده، ده اللاير لكل حاجه. يعني بص ازاي تكتب لاير نيم اصلا، ازاي تكتب اسم اللاير، تمام؟ فاهمني؟ وبعدين يجي يقول لك بقى تعالى يا باشا انت ايه عايز تتكلم في انهي كود بقى، انت شغال سعادتك فين، او انزل مثلا كده شويه هنا طبعا الانترودكشن والكلام ده كله. تعالى مثلا لير نيم فورمات، ازاي اكتب لير نيم فورمات الصيغه بتاعتها. خلاص تعالى مثلا انزل تحت كده شويه هتلاقي مثلا ايه الدرونج فيو لير ليست درونج فيو عندك مثلا سي. ننزل تحت كمان سنه الانوتيشن، ازاي تكتب النص او اللايرز بتاعت النص او او الدايمنشن. اوكي هتلاقي عندك سي مثلا الجنرال لاير ليست الليرات العامه او الجنرال. خلاص هتلاقي عندك سي مثلا السيرفي والمابنج لاير ليست ازاي تتكتب اساسا، تمام؟ وازاي تسمي اللاير والكلام ده كله اسمائها. الحاجات دي كلها بتطلع من معهد العماره الامريكي نشره موحده عامه ليه؟ عشان اي مهندس شغال في اي مكان في العالم يقدر، تمام؟ مجرد ما يحط الاسامي دي اي مهندس تاني في اي مكان يقدر يقراها، بالذات في انه بيكون شغال في شركه مالتي ناشونال. خلاص فبيبقى في شركاء من دول تانيه او مهندسين معاك شغالين في بروجكت واحد من دول تانيه، فبيبقى عارف انت كاتب ايه او تقصد ايه بالاسامي اللي انت حاططها في اللاير. يعني مثلا سيفل وركس مثلا هتلاقي مثلا سي السيفل لاير ليست، تمام؟ هتلاقي مثلا سي عندك برضه اجيب لك الاركتكتشر واللاندسكيب وكل الكلام ده، هتلاقي كله موجود، تمام؟ لاندسكيب لاير ليست زي بتاع اللاندسكيب بيكتبوا الاسامي اللاير بتاعتهم الى اخره من النشره اللي انت شايفها. نفس الموضوع ده موجود في التكست، نفس الموضوع موجود في الدايمنشن، نفس الموضوع موجود في بقيه البنود كلها في الكاد. واضح الكلام ده ولا حد عنده مشكله؟ ها؟ تمام كده يا باشمهندسين فهمنا النقطه دي. فانا الكلام ده مش جايبه من دماغي، يعني الكلام ده انا مش مالفه، لا الكلام ده واقعي بنبتدي نشتغل عليه. طيب تعالى بقى نرجع للشغل بتاعنا. فهنا ال 20 دي يعني ده المقاس المناسب، لان هو الفعلي المفروض 3 من 10. فانا بقلل شويه بحيث ان انا برضو عندي مساحات صغيره، فبقل درجه او نص، يعني ممكن اعملها 25% او اعملها 20. ده بقول لك زي ما خبره شغل بقى. والدايمنشن طبعا عشان المسافه بين الاكسات، فانا بصغر المسافه او بصغر التكست عشان بيبقى البعد بين الاكسات بيبقى المسافات طبعا صغيره، فانا بصغر التكست شويه. لكن يهمني ان الستاندرد هو اللي ايه السيت كارنت ده الاساسي اللي انا هكتب بيه. فانا حطيت كده اهو الدايمنشن وحطيت لك الستاندرد واقول لك كلوز. طيب انا عملت كل ده ليه؟ عشان اظبط الدايمنشن بتاعي اهو. اخش برده بعد على طول التكست، بخش على الدايمنشن ستايل اهو، واقول لك في ستايل برضه ستايل بسيبه زي ما هو، باجي اعدل فيه شويه التعديلات بتاعتي اللي انا بحب اشتغل بيها. خلاص ان انا باجي على اللاينز بشيل عندي الاكستنشن، الاكستنشن لو لونته عشان الناس تبقى شايفاه اللي هو ده ملوش لازمه، لان كده كده انا بقيس من حيطه لحيطه او من اكس لاكس، فدول مالهمش لازمه فبشيلهم كده مالهمش لازمه خالص. اخش على السامبل بتاعتي، انا ما عنديش في الاركتكتشر بشتغل بالارو هيد، انا بشتغل يا اما بالاركتكتشر تيك او بالاوبليك، تمام؟ والفرق ما بينهم دي اللي هي السميكه ودي اللي هي الرفيعه، فانا ممكن اشتغل في الرفيعه، تمام؟ واصغرها شويه لان الخط عندي كله 10، فممكن اخليها 6 من 100 ولا حاجه اصغر شويه. بعد كده اروح على التكست، من هنا بقول لك انا شغال ستاندرد، هقول له لا انا اخترت بقى ايه ستايل تاني اسمه دايمنشن، راح الخط جه ظبط معاك اهو ايه اخترت الايه الابسط شويه. يعني بص الستاندرد كان كبير قوي الخط، فعشان كده صغرته خليته النص تقريبا، خليته كده. واقول له مثلا خليه ايزو، تمام؟ عشان يبقى ايه المحاذاه بتاعته تبقى افضل يعني، ماشي؟ او الاينت براحتك زي ما انت عايز كده او كده، لكن انا ممكن افضل اشتغل ايزو. الفيت انا ممكن اعمل تحجيم ان هو كيب تكست بتوين اكستنشن لاين عشان ما يبقاش فيه دايمنشن طالع بره، ممكن اشغلها احتياطي. والبريمري يونت برضه الكسر العاشر اللي هو الايه 2. يبقى انا كده ظبطت الايه الدايمنشن بتاعي. عايز تديله الوان نلونه، يعني ممكن اجيب من هنا مثلا اقول لك ايه اللاينز دي خليها مثلا لونها مثلا ساي اي لون بقى، ممكن اختار مثلا لون احمر مثلا اهو بالخط ده احمر. ممكن التكست مثلا اديله لون تاني مثلا وليكن لون اخضر، يعني انت حر بقى في الايه في التعديلات دي. وبرده ما انساش اقول له سيت كارنت واقول له كلوز. دول اربع خطوات مهمين جدا جدا جدا. طبعا في خطوات تانيه، لكن طبعا احنا مش هنتطرق ليها في الورك شوب ده، لان مش محتاج طباعه ومش محتاج دوت ستايل والكلام ده كله، لكن هم دول الاساسيين بتوعي في الشغل بتاعي قبل ما ابتدي ارسم المشروع بتاعي. واضح الكلام ده يا جماعه ولا حد في مشكله؟ يعني ايه ممكن اعديها بسرعه؟ مش انا مش فاهم يعني ايه ممكن اعديها بسرعه تعيدها. الاربع خطوات يعني اللي قلتهم دول، ماشي يا باشمهندس. انا حاضر، عايزين عشان بتكتبي ورايا يعني.
يعني امليهم بصوت ولا انفذهم على الشاشه؟ او خطوتين ماشي، يونت يو ان سبيس، تمام حاضر، يو ان سبيس اول خطوه، بظبط هنا 2 كسر 10 زي ما انت شايفه كده خلاص، والميترز تمام، دي اول خطوه تمام كده هندسه، واقول له ايه اوكي تمام حاضر. يبقى كده تاني اهو، واحده واحده، اول خطوه ماشي رقم واحد اول حاجه يونت اهي تمام، دي اول خطوه نكتب هنا ايه، بحط بس 0 0 والميترز هنا الكاس العشري وهنا اليونتس اللي برسم بيها. تاني خطوه بخش على اللير بروبرتيز مانجر او لير مانجر، اضيف الليرات بتاعتي كلها، سيبك بقى من الجروب دي، دي فلترز دي حاجه تانيه، بضيف الليرز بتاعتي كلها. بعد كده ابتدي ايه اظبط الايه، لو في اي خصائص ليها لون نوع خط بضيفها خلاص، يبقى انا كده ضفت عندي الايه الليرات، يبقى دي تاني خطوه. تالت خطوه هخش على الانوتيت من التكست ستايل تمام، بظبط لان ايه الستاندرد، وبختار نوع فونت عربي تمام ماشي، اي فونت عربي إيه انتوا ضايفينه عندكم اوكي، وبحدد الفونت انا خليته 12 سوري 2 من 10، انا شايف ان ده انسب يعني، برضو يرجع لكم انتم ممكن تكبروه سنه تصغروه، بس انا المفروض ان هو 3 من 10 خلاص، انا خليته 2، ورحت ضايف نيو ستايل تاني اللي هو سميته دايمنشن، وخليته اصغر تقريبا بمعدل النص تقريبا يعني. ماشي، لكن خليتني ستاندرد هو الايه الست كارت. الخطوه الاخيره دخلت على الدايمنشن ستايل تبعت التكست على طول هو ده تمام، وجيت برضو على الستاندرد ورحت اعمل له موديفاي تمام، تعديل يعني، ما مش عامل بقى جديد ولا الكلام ده كله، لا بضيف بعدله زي ما هو، مش ايه مش زحمه هي يعني، بنشتغل كده بالموجود يعني. اللاينز شلت الخطين اللي هم الاكستنشن لاين اللي هم لو كده هيبانوا، هم الخطين دول شلتهم خالص طبعا. تلون بقى ما تلونش دي حاجه بتاعتك انت. السيمبل او السيمبل والارو هيد اخترت الاوبليك عشان ارفع تمام ماشي، واديته تقريبا نص او 60% من مساحه الخط يعني، لو الخط عندي 1 من 10 ممكن اخليه 5% 6% يعني 50 او 60% من حجم الخط. التكست اخترت الدايمنشن هنا فعلته خلاص، وقلت له ايزو فقط لا غير، ممكن اللاين يا ايزو يعني براحتك زي ما انت عايز، خليها اللاين اوكي ايزو براحتك مش مشكله. الفيت خليتها هنا ايه دايما الاحتفاظ بالتكست بتوين اكستنشن لاين، والبريمري يونت خليتها ايه 2 ديسيمال بليس بس، ادي كل الخطوات بتاعتي، وفي الاخر قلت له سيت كارنت برضه عشان اكد ان هو يشتغل على ايه على الستاندرد بتاعي. اوكي كده يا باشمهندسه، باشمهندسين كده اوكي، الدنيا وضحت ولا حد عنده مشكله؟ تمام، دول اربع خطوات انا بعتبرهم مهمين جدا 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 تمام. الله يبارك لك يا باشمهندس، وانا على فكره ببقى ظابطهم عندي في المشروع، ما بقعدش بقى كل مره اظبطها، فانا ببقى محتاج اظبط الحاجات دي كلها ليه؟ عشان اشتغل ما اقفش بقى يعني، انا ايه مجرد ما هبتدي ارسم خلاص انا مش هقف على حاجه عندي في المشروع ان شاء الله. الله يعزك يا هندسه اسلام، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا هندسه اسلام، الله يبارك لك يا رب. طيب تعالى بقى نبتدي نرسم بقى، نفتح المشروع بتاعنا اللي هو اصلا كان موجود هنا ماشي، اللي هو المشروع بتاع ابن الرومي. طبعا ابن الرومي ده اسم الشارع يعني، انا عشان العماره في مدينه نصر، فابن الرومي ده اسم الشارع، انا مسمي العماره باسم الشارع يعني، عماره ابن الرومي يعني خلاص، عشان ما اشوف مين ابن الرومي ده خلاص. هناخد دي كده موف كده، نحركها كده شويه بعيد كده عشان ايه ما تضايقناش خلاص اوكي. في حاجه برده مهمه جدا نسيتها بالنسبه للشغل برضو في الاعداد بقى، خطوه ممكن تبقى رقم 5 يعني، برضو خطوه رقم 5 لا طبعا، لا باشمهندس محمد لا، هنضيف مكانها حاجه ثانيه دلوقتي، ما احنا مش هنطبع، احنا هنشتغل نفرش هنا ونطلع على الماكس، ما فيش طباعه تلوح بقى دلوقتي اوكي يعني، هنخلص هنا ونطلع على الماكس. في خطوه بقى 5 بقى ممكن نضيفها ثانيه يا باشمهندس محمد، ايه هي؟ عندي اداه مهمه جدا ممكن تبقى عامله لكم مشكله كبيره قوي. الاداه دي طبعا هتتشرح في الكاد نفسه، اللي هي ايه الاوبجكت سناب، اداه الاوبجكت سناب. الاوبجكت سناب دي لازم يكون كل ده مفعل عندي تمام ماشي، الاوبجكت سناب لازم كل ده يكون مفعل عندي يعني، لازم الاوبجكت سناب كده يكون كله ايه اون سيلكت اول كده كله شغال عندي تمام، واقول له اوكي. الاوبجكت سناب ده مهم جدا جدا جدا، بعض الناس اللي ممكن يعني بتشتغل عادي وكده ممكن يبقى شغال مثلا سناب على الميد بوينت اند بوينت، لا انا يعني المفروض احنا بقى خلاص يعني بنوصل لمرحله احتراف، فالمفروض يكون الاوبجكت سناب كله شغال، بحيث ان انت ما يضايقكش او ما توقفكش حاجه في الشغل بتاعك، وتقدر تعمل كنترول عالي قوي على الشغل. فممكن نخلي الخطوه الخامسه ان الاوبجكت سناب ده يكون كله شغال معايا تمام، هو ده طبعا المفروض اعداد برضو اساسيه وافتراضيه جوه البرنامج اوكي. طيب تعالى بقى العماره اللي هو الراجل مديها لنا دي كده، نفسها بنزل بقى كل حاجاتها
هتلاقي كده العماره عندك موجوده اهي، الاجسات بتاعتها. طبعا خد بالك ان انا ببدا برسم الاجسات الاول، وقصه كده موضوع الرسم وبدايته ونهايته ده قصه بقى خاصه بالاوتوكاد، مش هخش في تفاصيلها، لكن خليني معاك بدايه ان انا هبتدي ارسم الاجسات الاول. ماشي، هقفل كده بقى ايه الحوائط والهاتشات والكلام ده كله، واخلي عندي بس الايه الاكسس بالدايمنشن الايه الخارجي. ماشي تمام، وهنفهم بقى ايه الحاجات طبعا ايه شغل، يمكن عايزه بقى كورس مكتب فني ولا حاجه عشان توضح معانا اكتر، لكن ممكن نبقى نعملها ان شاء الله مع بعض، في نبقى ايه نشوف كده ايه نرتب مع الباشمهندس عمر او باشمهندسين طبعا الاعزاء، نبتدي ايه نشوف نظبط الدنيا دي ازاي. المهم تعالى دلوقتي مثلا كده، ادي المفروض ان المربع اللي بره ده دي مساحه الارض الفعليه، خلاص دي مساحه الارض الايه الفعليه بتاعتنا، دي الارض اللي هي 20 متر في 24 متر، حوالي 480 متر. المباني الفعليه جواها اللي هو نسبه المباني طبعا اللي طبقا لكود المنطقه اللي هي فيها او الحي، الكود بتاعها حوالي مباني 66%. ماشي طيب، فانا ال 66% اللي هم المساحه، شايفين كده بص شايف الحته دي كده، دي نقطه الزيرو والزيرو بتاعت المشروع، شايف النقطه دي، دي يعني عملت لك سيركل كده على الحته دي كده اهي، ده الزيرو والزيرو بتاع العماره بتاع المشروع نفسه كله. خلاص سيبك انت من الزيرو والزيرو بتاع النقطه اللي بره دي، دي انساها، دي ما لكش دعوه بيها، ده الزيرو والزيرو للمشروع العماره بتاعي بالكامل. خلاص دي نقطه الايه الاصل بتاعتي، يعني الاكس والواي، ده الاكس وادي الايه الواي بتاعك. تمام، طب ما تيجي نرسم الاكس والواي ده الاول ونشتغل عليه. فقال لك بص يا سيدي، الاكس والواي من اول هنا لحد اخر واحد هنا كام يا باشا البعد بتاعك؟ 14 متر 88، شايفهم؟ 14 متر كام؟ 88. تمام، وراح مزود من هنا شويه اللي هو مسافه بقى الارض كلها، ما الارض كلها كام يا باشا؟ ها؟ احنا قلنا كام الارض كلها؟ ها فاكرها؟ المساحه كده كانت باينه كام؟ كام؟ 20 صح؟ 20 في كام؟ في 24 صح؟ دي المساحه بتاعتي كلها. تمام، لما حسب ال 66% صفر معاه كام؟ 14 كام؟ 88. اوكي؟ وضحت النقطه دي؟ تعالى بقى يا سيدي، عايزين نرسم الاكس ده اللي هو ال 20 وده اللي ايه؟ ال 24. حلو جدا، هاجي كده في الفايل بتاعي بالراحه اقول له بص يا سيدي لاين، امر اللاين بتاعي او ال سبيس، وهرسم خط عندي كده من فوق لتحت كده كام؟ ايدك مش مظبوطه، لو ايدك مش مظبوطه كده يا هندسه تعمل ايه؟ عندنا امر جميل جدا 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 بالنسبه لي مش هنا، يعني 66% ازاي؟ مش فاهم. تمام، مش هناء بتسالي يعني ايه؟ لا بص يا باشمهندسه، الموضوع ده بيرجع لقوانين التنظيم في الحي اللي شغال فيه. فهمتني يا باشمهندسه؟ يعني كل منطقه، انت حضرتك من مصر ولا منين؟ باشمهندسه هناء من مصر من هنا؟ طيب بص يا باشمهندسه، احنا كل حي او احنا في حاجه اسمها كود البناء المصري، ده كود على مستوى الجمهوريه، وكل محافظه ليها كود. تمام، يعني في كود عام للبناء في مصر، وبعدين كل محافظه ليها كود، وكل حي ليه كود. اوكي، ايه الكود ده او الاشتراطات؟ مش هنقول كود بقى، هنقول كود يعني كل منطقه ليها اشتراطات. يعني مدينه نصر ومصر الجديده يقول لك عشان تبني لو عندك ارض مثلا 500 متر تبني على 66% من ال 500 متر، يبقى المساحه الفعليه للمبنى 66% من المساحه الاجماليه. فهمتني مش من سنة؟ لو مثلا دخلنا للتجمع، في تجمع بعض الاماكن يقول لك تبني على بالظبط مش بس من الشروط البنائيه، بالتجمع في اماكن بتبني على 50%، يعني في التجمع بعض المناطق بيدي لك ايه 50%، في ناس بتديك 55%، في ناس بتديك 60%. اوكي، فدي اشتراطات بناء اللي بيديها لك الحي. وضحت يا هندسه؟ تمام يا باشمهندس. لا هي بتتقدر بقى، ما هو انا نسبه المنافع عندي بتبقى اللي هي كام؟ بقيتي 66%، بيبتدي يجمع المنافع بتاعتك، لازم تقفل المساحه دي، فانت بتظبطي على تمام؟ مش عارف بس بتقولها في المدن الجديده بتيجي مع محضر الاسلام بالظبط، ده صحيح، ده صحيح. يعني اعتقد باللي بتاخد بيها الرخصه، انا لو عندي صور الرخصه بس الصوره عندي تراخيص والحاجه بتاعتها، لكن طبعا عشان اقعد ادور عليها كده في الايه ممكن تاخد مننا وقت شويه، واحنا وقتنا اصلا ضيق كفايه، ممكن ابقى لكم المره الجايه اوريكم الايه تقسيمه الحي للبعد ده. تمام يا باشمهندس؟ بالظبط كده يا باشمهندس، من حسب الحي ولو بره في الخليج بيسوى حسب البلديه، الشروطات البلديه. تمام اوكي يا هندسه تأمري. طيب يبقى انا كده عايز ارسم كده تاني اونلاين، وارسم الاكس والواي بتاعي بتاع المشروع ده، خلاص اللي هو الايه ها ال 24 في كام؟ في ال 20 بتاعي. طيب
ارسم كده عندي ال 24، برسم بايدي كده خدت لاين وبرسم بايدي، ايدك مش مظبوطه قوي، حاسس ان انت ايدك يعني ها مش ظابطه. في عندي امر تحت القرص وتحت اهو التعامد مهم جدا برضو من الاوامر دي، بشغله بيظبط معاك اكس وواي. لو انت ايدك مش مظبوطه، لا انا اظبط، هو بيظبطك ايه اهو. اقول له طول كام عندي، بكتب له رقم، خلاص انا بدات كده لاين وكليك تمام اهو. هبدا مثلا سيب الخط ده الاكس اهو كده وامشي كده اول كليك واسيب ايدي خلاص اللي هو الاف 8 بالظبط يا باشمهندس مصطفى. هقول لك هنا قال لك 20 اوكي خلاص وسبيس خرجت من الامر. طيب وهنا ابدا من نفس النقطه بالظبط التطابق كام، واطلع اقول له كام، اقول له كام 24 متر تمام. ده مساحه او محيط الارض بتاعتي كلها اوكي. طبعا اقدر اخد ده اعمل له ميرور على المنتصف كده عشان اجيب الارض كلها تمام، اربع الارض بتاعتي، وبرضه اخد ايه لاين او ميرور اي حاجه مش مشكله، ممكن اقوم قافل كده. يبقى عندي مساحه الارض كلها اهي، دي الارض الفعليه خلاص، دي الارض الفعليه. ممكن اقوم اعمل لها كلها جوين كده، واقدر اقول لك ان هات الخصائص بتاعتها. المفروض ان الحته دي تديني 48 متر مساحه، سوري 480 متر، اسف 480 متر مساحه خلاص. يبقى ادتني فعلا المساحه كام، 480 متر، ما هو 20 ف 24 بيديني 480 متر مساحه فعليه اوكي. طبعا ده خد بقى ايه قصه تصميم والكلام ده كله. طيب كويس قوي، تعال بقى نبتدي نشوف الراجل هنا لما جينا نشتغل رجع هنا قد ايه، المسافه دي تقريبا قد ايه. لو جبنا بعدها كده رجع من هنا عشان نطبق 66% من هنا للنقطه دي، رجع قد ايه، حوالي 2 متر 56 خلاص، 2 متر 56. واحد يقول لي يعني 2 متر 56، اقول لك يا باشمهندس هو اساسا في الرخصه، لو انا بقى لو انا مثلا رسمت لكم كده بسم الله النقطه دي كده خلاص، في الترخيص عمل ايه؟ قال لك بص يا باشا انت هتسيب لي من هنا 2 متر ونص، فهمت حاجه؟ دي منافع هشتغل كام؟ 2 ونص تمام؟ ومن هنا كام؟ 2 ونص صح؟ ومن هنا من ورا كده هتسيب لي ها برضو 2 ونص، فهمنا حاجه؟ ما ده اشتراطات الحقيقه، بجيب لكم الورقه المره الجايه خلاص، بس هشيل بقى البيانات واقول لك مثلا هنا 2 ونص خلاص، بيصفصف بقى ايه عشان تبقى المباني في النص. وهنا راح مسايب لك كام؟ 4 متر تمام اوكي 4 متر. فاصبح المساحه بتاعتك جوه الحته بقى اللي هو سايبها دي كده شايفينها، فتلاقي الجزء ده كده اللي هو سايبه تمام، دي كام؟ لو انا قستها كده من هنا لهنا 2 متر ونص. بس خد بالك ان الاكس ده في نص الحيطه، الحيطه دي كام؟ 12 سم، فلازم اخش بده كام؟ 6 سم كمان جوه الحيطه، فاهمين حاجه؟ واضحه النقطه دي ولا مش واضحه يا باشمهندس؟ تمام؟ يعني الخط ده لو انا فتحت كده الحيطان هنا الحوائط الول تمام؟ ماشي كلها كده، في حاجه في حوائط ثانيه مش باينه ولا ايه؟ كله فتح كده، بص الاكس ماشي فين؟ في نص الحيطه بالظبط شايفينه؟ تمام؟ فالحيطه هنا في النص، فانا هنا واقف على 2 ونص بس في 6 سم لان الاكس ماشي في نص الحيطه. وضحت ولا ايه تاني؟ ها؟ باشمهندس معايا؟ فهنا ال 6 سم جم من هنا كده، فبقى 256 ما بقاش ايه 2 متر ونص بس. تمام طيب يبقى انا كده هرحب بقى ايه ده لجوه شويه كده موف خلاص كام؟ 6% خلاص هيزيد معاك 256. وهنا برضو ايه تمام من بدايه الجدار بالظبط يا باشمهندس محمد، من بدايه الجدار من وش من بره لبره خلاص 2.5. باشمهندس ايمان بتسالني بتقول لي المباني على 25 سم ولا المباني على 12؟ بص يا باشمهندسه ايمان، المباني غالبا كلها 12 سم، ال 25 سم ده موجود عندكم في الخليج تمام، لان هم بيبنوا بلوكات تمام، في فرق بيبقى نوعين طوبه، بلوكات خلاص بيبقى عندكم في الخليج منتشر 25 سم، عندنا في مصر بنبني على اللي هي ال 12 سم. البلوكات عندي بتتبني ال 25 في حاجه اللي هي حوائط الحمله، لو بنتكلم نظام المباني حوائط الحمله، او لو انا عندي الداير الخارجي للواجهات ممكن اعمله بلوكات 25 الداير الخارجي فقط تمام. فالداير الخارجي ده انا بعمله ليه؟ لاسباب، اسباب مثلا لو انا هعلق يوفط هعمل كيرتن وول، هيبقى في عندي احمال على الواجهه اوكي، بعمله 25 سم. انما المتعارف عليه بنسبه 90% غالبا او 85% اللي هي 12. مش مثلا هناك بتقول لي درسنا الارضي 25 وباقي الادوار 12. بص يا باشمهندس هنا هو مش مقياس تمام ماشي، مش مقياس اوكي. لا مش مثلا بس ما ملوش 6 سم عشان الحيطه 12، لو 25 هتبقى 12 سم ونص. مش مثلا هنا ارد بس على سؤالك الاول بالنسبه للارض، يقول لك الارض 25، هو لا هو مش مقياس خالص، ال 25 يا باشمهندس في حالتين اثنين فقط لا غير،
اول حاله لو انا ببني نظام حوائط حامله، يعني ايه حوائط حامله؟ يعني مفيش عمدان، ببني حيطان وسقف زي المباني القديمه. لما ننزل عندنا اماكن اثريه في مصر بتلاقي الحيطه مفيش، ما كانش فيه خرسانات زمان، يعني عامل مثلا نزل مثلا شارع المعز ولا حاجه، المساجد العاليه دي ارتفاعات بتوصل 12 واكثر من 12 متر، تلاقي الحيطه كبيره جدا، تلاقي الحيطه سقفها متر، تمام؟ فكان بيعتمد على سمك الحيطه ان هي اللي بتشيل السقف، اوكي، سمك الحيطه هو اللي بيشيل السقف. انما لما ظهر بقى الخرسانات، الاعمده والكمر والكلام ده كله، اصبح النهارده لا، بيقلل في حجم الطوب. النقطه الثانيه، انا دلوقتي ممكن اشتغل 25 على الواجهه، على الواجهه يعني، بس بالتحديد على الواجهه. ليه؟ انا مثلا عامل مبنى تجاري هثبت عليه كيرتن وول، الطوبه ال 12 سم ما تشيلش كيرتن وول، مش هقدر اثبت فيها الكمر الحديد بتاع الكيرتن وول. لو عندي مثلا واجهات يافطات كبيره، محتاج برضو حيطه كبيره تشيل الواجهات او اليافطه اللي تحط على الواجهه، تمام؟ فبنستخدمها في حالات معينه. انما هو في الخليج يا باشمهندس هنا عموما بيبنوا 25، يعني في الخليج غالبا بنسبه المباني بنسبه 90% عندهم 25 سم، بيبقى بلوكات كلها دايرين داير، ده شغل الخليج. عشان كده باشمهندس كنت بتسال ايه باشمهندسة بشرى بتقول لي الارض بناخد 25 غالبا عشان الحوائط ما تقلبش، لان الارض ارتفاعه اعلى من المتكرر زائد العزل الحراري. باشمهندسة بشرى، حضرتك في مصر هنا ولا برضو الخليج؟ تمام باشمهندسة هنا، تمام. باشمهندسة بشرى في الخليج ولا هنا؟ تمام، ماشي يا باشمهندس باشا. اوكي، بس ده متعرف عليه ده في المشاريع، يعني في المشاريع الكبيره بقول لك لا، احنا عندنا حاجه مثلا في البيزمنت ممكن نخليها 25، ممكن في الجراوند، الكلام ده كله اوكي، ليه اشتراطات معينه. لما احنا بنتكلم عامه في الاسكان او المباني العماره او العمارات العاديه، الارض بيبقى عادي جدا 12 سم، اوكي تمام. طيب نكمل عشان ايه كده فهمنا بس النقطه. في برضو حد كان بيسال حاجه، بيقول لك ايه باشمهندسه بسمه كان بتسالني بتقول لي 6 سم عشان اختلاف الحوائط. لا، هو بيبقى في نص الحيطه، فلو حيطه 12 بياخد 6 سم، ولو حيطه 25 تبقى 12 سم ونص. وضحت باشمهندس بسمه؟ اوكي؟ طيب نكمل الجزئيه بتاعتنا. طب تعالوا نشوف الراجل ورا هنا ساب لي كام؟ من 2 متر ونص برضه نقيس. نشوف هنا ساب هنا المسافه تقريبا قد ايه؟ نقيسها كده مع بعض. طب هتبقى زيها برضه كده ولا هيبقى اكتر؟ فانا لو قست كده من اول الحيطه من هنا لحد اول الحيطه هيديني كام؟ 2.5. يبقى انا برضه كام لحد الاكس جوه؟ برضه 2.56، نفس الايه الجوانب بتاعتي، ماشي. يبقى انا هاجي كده برضه اقول له بعد اذن حضرتك في اللوحه بتاعتي، تمام، ارجع لي بدي كام؟ برضه موف لجوه 6 سم 0.06 كده، تمام، خلاص. يبقى دي الاكسات بتاعتي. ورجعت من هنا كام المسافه؟ اشوف بس المسافه هنا، ما انا بتاكد احنا كنا جايين كام، 4 ولا كام؟ خلاص، معلش هو المشروع بس بقى له فتره، ايه انا مش متذكر قوي ابعاده بالظبط، اعتقد هنا 4، تمام. اوكي كده 2، لا اذا المفروض 4، ده تيرس، تمام. ده كام لحد الاكس كده؟ رجع 2 متر و6. ليه 2 بقى 6؟ ليه رجع 2؟ المفروض ده 4. سوري، ده رجع 4، فالتاني دي ردود، البلكونه دي ردود فوق، يبقى دي 2 و6، لان هو ال4 ده متكرر. المفروض الارضي لحد هنا هتلاقيه 4 و6، شايفينها؟ ده الارضي، تمام. يعني احنا لو بصينا على صوره العماره تاني اللي هو تحت كده، ردت من هنا 4، شايفينها؟ اللي هي المسافه دي 4، انما في البلكونه رد فوق، رد 2 متر فوق، فهمنا؟ وضحت النقطه دي ولا عيد تاني؟ انا افتكرت بس التصميم دلوقتي. فانا عندي كده هو ردت ده هنا 4 تحت في الارضي، اوكي؟ وفوق ردت في البلكونه كام؟ 2 متر، فاصبح 2 فوق 2 متر و6 بس. وضحت ولا عيد تاني؟ وضحت يا باشمهندس؟ اوكي؟ طيب. يبقى انا عندي كده، يبقى اتكلم هنا في 2 متر فقط من قدام 2 متر و6 سم فقط لا غير. يبقى انا ليه 4 دي كتيره قوي، ممكن ادلتها كده واخد بس كده ايه، اقول له كده كوبي، ارجع بيها فقط 2 متر و6 سم بس، 2 متر بوينت 06، ماشي. ده كده ايه الصافي بتاعي للدور المتكرر اللي هي الايه الاكسات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا محتاج بس اكس وواي، مش مهم الاثنين دول عندي، او ممكن اخليهم مش مشكله. طبعا ممكن اخد دول بقى احطهم فين؟ في اللاير بتاعتهم على طول اول باول كده، عشان تبقى الدنيا عندي مظبوطه، تمام. تبقى الدنيا عندي ايه مظبوطه يا باشمهندس، اوكي. طيب يبقى انا كده جبت الاكس واي بتاعي بتاع المشروع، ابتدي بقى احط الايه الاكسات اللي انا هبتدي اشتغل عليها. نقفل بقى ايه الحوائط والتيرس والكلام ده كله كده، عشان ايه نبتدي نشتغل على نور، تمام. ده كده اوكي، وده خلاص مش محتاجينه، خلاص احنا كده فهمنا الايه الابعاد بتاعتنا وكده.
انا هنا بعمل ايه من الجزئيه بتاعت الاورجن بوينت، هبتدي بقى اخد الايه الكوبي بتاع الاكس. فاول اكس على كام؟ 75، بعد كده 2 متر 87. انا ممكن اعمل حركه لذيذه قوي عشان بس ايه نظبطها. ماشي، هاجي كده هنا من فيو، هاجي اقول لك دي يمكن ما اعرفش تعرفوها ولا لا، هقوم جاي اعمل الشاشه مقسمها بالطول كده بين ده وده وده، هقفل الستارت كده وابتدي ايه اقول له اقفلها لي كده الاثنين مع بعض. ماشي، باشمهندس كم باشمهندس محمد، هم ساعتين ان شاء الله، ما بنحاولش نتقل على الناس يعني، مش عايزين نبقى ضيوف تقال. تمام باشمهندس محمد، مش عايزين نبقى ضيوف تقال عليكم يعني. تمام، هبتدي كده ابص الاثنين كده مع بعض، ابتدي اخد ايه اول لاين كده واشتغل عليه كوبي. خد بالك انا بشغل اختصارات اللي هو سي او كوبي، وابتدي اشتغل. تمام، اقول لك مثلا كام اعمل لي 75 سنتي. طبعا انا ممكن اجمعهم بس موضوع التجميع دي ممكن يكون متعب شويه. الله يعزك باشمهندس هنا يا رب، الله يبارك لك يا رب. وناخد بعد منها كده كام؟ عندك 2.78. طبعا انت ممكن تجمعهم او لا براحتك. بقول لك هنا ايه برضو متر 22 خلاص، وعندك هنا 2.60. طبعا مقاسات غريبه شويه تمام، لكن هي التوزيع جت كده بقى نعمل ايه يعني. وهنا 2.60 خلاص، اعتقد كده بخلاص ميرور يعني كده. اشتغل معاك ايه ميرور ولا لا مش ميرور؟ غريبه جدا. ماشي 2.60 برضو تاني كوبي، واخده كده 2.60 عشان تقريبا في ابعاد مختلفه شويه. بعد متر 22 اهو، ده متر 22 بوينت 22. بعدين اخد بقى عندك كده كام؟ 1.27، غريب قوي ظهر مين ده. ماشي، بعد كده عندك كام؟ متر 60 1.6. وبعدين هتاخد الايه اللي هم 75 سم الفاضيين، هتلاقي عندك كده الاكسات اللي هي الايه الطوليه زي ما انت شايف كده يا باشمهندس. تاخد الاكسات تمام الثانيه باشمهندس، انا على اساس التصميم بتاع المشروع نفسه يعني. انا بحط زي ما بنعمل كده يعني، كان موضوع السكتش كده ان انا اخد حاجه واعملها سكتش بايدي، بعد كده بحط الاكسات على الحيطان بتاعتها. فهمتني يا باشمهندس امان؟ يعني انا لو جيت وريتك مثلا مشروع كده هنا ده، وقفلت مثلا كده كل الحاجات دي كلها تمام، وفتحت الحيطان بس اللي المفروض بحطها سكتش كده، فكره التصميم بتاعي الوول الان والاوت ده، فكره التصميم بتاعي والتيرس والكولوم كمان عشان ابقى معاكي، ده التصميم اللي انا بعمل له سكتش يا باشمهندس. فهمتني يا باشمهندس ايمان؟ ده ببقى بعمل له سكتش مانيوال على ايدي خلاص، او في النوتس بتاعتي. بعد كده عشان انفذها ببتدي اخد بقى الايه؟ الاكسات بتاعتي عشان ابتدي ارسمها بالكاد. اوكي؟ وخد بالك موضوع الاكسات ده، الموضوع ده مش هزار يعني، ده هو ده اول شغل واول حاجه بتترسم. حتى هقول لكم يمكن او ممكن اوريكم صوره كده جميله قوي في تنفيذ مشروع. بالظبط بحط الاكسات في النص بتاعتها بالظبط يا باشمهندس. هوريكي صور كده لمشروع بيتنفذ تمام، هتضحك عليه دلوقتي كده. بصي ادي الارض محفوره وادي العمال شغالين نجارين تمام، شايف شايف الاكسات بيسحبها ازاي؟ شايفين؟ يعني هو بينفذ اساسا، بيبدا في الاكسات في الواقع، في التنفيذ الواقعي العملي اهو، بيبتدي النجار يظبط الاكسات والابعاد ويقيس تمام على الاكسات اهي. شايفين الخطوط دي بتعملها خطوط كده بلاستيك تمام، بالاشياء دي معروفه بنجيبها من عند الموانين اهو، بيبتدي يحط الاكسات وهذا اهو بص بمسمار ده يقيس من هنا لهنا النقاط دي كلها. يعني ده في التنفيذ اساسا ده شغلنا تمام، يعني ده شغلنا اساسا. لا باشمهندس ابراهيم وسط الجدران وسط الحيطان مالهاش دعوه، بتمر على بعد 6 سم من العمود انما في وسط الحوائط تمام باشمهندس ابراهيم. اهي بص كده الاكسات باينه كلها ازاي، شايف الشبكه معموله ازاي على الارض اهي، شايفينها واضحه. اعتقد ان الوايرد او اللي هي بيقولها اللي اسمها الكابلات واضحه باينه قوي اهي، صح شايفينها باينه في الموقع تمام. فهمنا الكلام ده كده يا جماعه؟ وضحت ولا في مشكله؟ اه بيبقى خيط بلاستيك، خيط بنشتريه من عند الموانين يعني، خيط بس بيبقى خيط سميك شويه، ما بيبقاش خيط رفيع تمام، خيط سميك شويه. اوكي طيب تمام كده يا باشمهندس، سؤالك اللي كنت بتسالي فيه. طيب نرجع بقى لايه للشغل بتاعنا. اوكي في الاكسات بتاعتنا، طبعا بنفتح الاكسات كده زي ما كنا شغالين ونبتدي نعمل الاكسات الايه الطوليه بالابعاد بتاعتها دايمنشن اوت اهو، دي الاكسات بتاعتي اهي. ابتدي اخد بقى القبيل نصغر دي تاني كده زي ما كنا عاملينها، ممكن نعمل فيو كده تاني نقول له بعد اذنك خليهم الاثنين ايه فيرتيكالي تمام، دي اللي انا شغال فيها وهنا الايه اللوحه بتاعتي اهي. ابتدي اخد بقى الاكس ده كده كبي تمام هنا، واقول له كبي واطلع بيه لفوق من اي نقطه عليه كده، واطلع بيه كام؟ 2 متر
وبعدين ايه 2 متر 65 ولا 2 متر كام؟ لا سوري 2 متر وبعدين ثواني كده بكبر عشان انا مش شايف. اهو 3 متر 62 اقوله برضو كوبي 3 متر 62 تمام. بعد كده عندك 71 بعد كده عندك متر 32 عندنا ايه تاني 3 12 ومتر ماشي و4 12 يلا على طول كده مرة واحدة 4 12 والمتر بس ده كده. في عندي ايه تاني 2 متر 62 طبعا عشان الابعاد مختلفة شوية مش عارف اجمعهم بسهولة يعني تمام. ان انت لو جمعتهم خلاص يعني ممكن تاخدهم كوبي على طول في امر واحد وتخلصهم دايركت مباشرة. طيب وعندك كده برضو كام ده متر 12 اوكي. في حاجة هنا تاني ولا خلاص كده في 3 متر 34 3 34 اوكي كده انا خلصت. بالتالي هي دي خلاص هو كررها تاني صح واعتقد ان هو كررها يعني هي كده ماشي تمام كده باشمهندسين وضعت القصة دي ولا في مشكلة؟ هنا 3 متر 34 لا هي دي مرحله شويه المفروض تبقى هنا عفوا اهي يبقى دي كده بقى بالظبط كده بقى ده ايه مظبوط عندي ده اللي فوق كده اخر اكس خلاص يبقى ده كده دي تمام. يبقى انا كده يا باشمهندسين رسمت الايه ادي الاكتات بتاعه المشروع بتاعي. حد عنده مشكله في اللي انا عملته كده حتى الان؟ حد عنده مشكله؟ يبقى كده نقطه الزيرو والزيرو بتاعت المشروع بتاعي هي النقطه دي خلاص وجبناها ورسمنا الاكسات بتاعتنا فعليا موجوده تمام. طبعا المفروض احنا بنتكلم بس ان البلان ده بيجي لك جاهز بس احنا بنتعلم ازاي نشتغل بيها بالظبط يا باشمهندس محمد. الاكسات وسط الجدار تمام عمودي وافقي بالظبط كده عمودي وافقي رسمناها هنا كده خلاص احنا خلصنا الاكسات بتاعتنا. يبقى احنا جاهزين ان احنا نبتدي نرسم الحوائط بتاعتنا طبعا ده شغلنا ونسقط عليها العمدان اوكي ونشتغل عليها تمام اوكي كده يا باشمهندسين ولا حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه؟ طيب لو انا خدت العمدان بتاعتي ده مع الاكسات اوكي كده وعملت الاثنين سيلكت سيميلر كده ورحت اعمل لهم ايه ايزوليت فضل عندي العمدان والايه والاكسات اللي عندي اللي انا هشتغل عليها اوكي هبتدي بقى اسقط العمدان بتاعتي وبعدين اقفل الحوائط عندي في المشروع بتاعي. طيب العمدان هنا عباره عندي عن ايه؟ انا طبعا ما عنديش الدايمنشن بتاعها بس انا ممكن ابص عليها كده سريعا احط لها دايمنشن تمام ابص على العمدان بتاعتي كام في كام هنا 30 سم اوكي في اعتقد ده ممكن يكون 60 70 ماشي اوكي خلاص يبقى ده 30 في 70 كل اللي ورا دول 30 في 70 ماشي واعتقد دول برضه 30 في 70 ممكن ده يختلف شويه ده 80 ماشي اوكي ده كام طبعا بيني وبينكم بصراحه يعني لو في مهندس مدني انا شايف ان الموضوع هنا العمدان دي اوفر شويه معرفش ليه يعني بس احس ان يعني اوفر على مبنى سكني صغير ده مجرد يعني راي يعني بس هو شغل بقى الايه تمام مش الوقت صح معلش سوري يا جماعه الوقت سحب مني معلش ايه موضوع الوقت ده في عندي سرحت مع انه شويه معلش سامحوني. طيب يبقى احنا كده النهارده عموما خلصنا موضوع الاكسات وفاضل ان احنا ان شاء الله المحاضره الجايه نرسم ايه الايه الله يبارك لك انت شكلك ما وراك مشوار ولا وراك حاجه مش فاضي صح شكلك كده ما دام انت قلت كده مش هيبقى شكلك وراك حاجه ماشي يا باشمهندس اوكي يا باشمهندسين يبقى احنا كده تقريبا بدانا نشتغل في رسم البلان المعماري ان شاء الله باذنك يا رب على خير. حاضر ابعت لكم يا باشمهندسين حاضر ابعت لكم على طول ماشي حاضر حاضر يا باشمهندس باشمهندس حجازي حاضر هبعت لكم الملف حاضر المشروع الملف الكاد يعني حاضر ابعته لكم تطبقوا عليه ان شاء الله وتشتغلوا عليه الاجزاء دي تبقوا متابعين معايا اول باول. الله يبارك لك يا باشمهندس هناء الله يعزك يا رب. اتمنى تكون الامور واضحه ووضحت لكم الدنيا ماشيه ازاي. باشمهندس شيماء انا ممكن ارفعه عندي على الجروب على الواتساب اللي انا سوري جروب الفيسبوك لو انت تخش ممكن ارفع لكم الفايل ده بي دي اف خلاص ارفعه لكم على الجروب الواتساب سوري برضه واتساب معلش سوري جروب الفيسبوك اوكي وجروب الواتساب مع باشمهندس عمر لما يعملوه يعني انا هرفعه دلوقتي على الجروب الفيس تمام و
لما تعمل اللينك بتاع كده هنبعته على طول. لينك تاني اهو، تاني اهو، برينج يور ايديا اهو، ادي الايه الجروب تاني، برينج يور ايديا. انا اعتقد بص هو هنا موجود اهو عشان ما اقعدش اكتب، وانا اكتب ليه؟ ما هو احنا فاتحين تقريبا الفيس اي ثينك. اوكي الجروب فين اهو، ده الجروب اهو اللي احنا بنتكلم فيه. نفتح كده الجروب بسرعه. فين الجروب اهو، افتح يا عم، ادي الجروب اهو والاسم. في ايه ماله يا عم، منشورات ايه بس وبتاع ايه، هودونا في داهيه. ادي الجروب اهو، ثانيه واحده، ده الجروب، افتح يا عم الرئيسيه. ادي اهو الجروب اسمه برينج يور ايدياز تو لايف، ماشي خلاص، ده الجروب على طول. تمام، هرفع عليه دلوقتي حالا البي دي اف لحد ما الباشمهندس عمر يعمل لنا الجروب واتساب، هرفعه برضه على جروب الواتساب. اوكي كده يا باشمهندسين، حد لاقي استفسار في اي شيء؟ حد له اي استفسار في اي شيء؟ باشمهندس عمر بعت لنا اهو فيسبوك، مش عارف جروبز كده، مش عارف ايه ده بقى، يعني مش عارف ايه ده، ايه الفيسبوك ده، مش عارف هم عملوا جروب ولا عملوا ايه. رابط حضرتك يا سيد الفاضل اللي هو برينج يور ادياز. الله يبارك لك يا رب. طب باشمهندس رفع الجروب، الله يبارك لك، تسلم هندسه، الله يكرمك. والجروب بتاع الواتساب بتاعنا احمد حسام هيحط الرابط بتاعه دلوقتي. خلاص اوكي، بالظبط، وحط الرابط اهو فعليا اهو. تمام خلاص اوكي تمام، الجروب تليجرام كمان. يعني كفايه كده، ماشي خلاص اوكي تمام يا باشمهندسين. ما هو اللينك باشمهندس حجازي، اللينك فوق اهو، باشمهندس احمد حسام بعت الجروب بتاع الواتساب. اوكي تسلم، الله يبارك لكم، الله يعزكم يا رب. طيب حد ليه اي استفسار يا جماعه، وحد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه النهارده؟ حد ليه اي استفسار او اي سؤال؟ حد ليه اي استفسار او اي سؤال؟ تمام. الله يبارك لكم يا رب. هو في سؤال جرب بس ماشي، بس اتفضلي تعقيبك، اتفضل. تسلمي شمس شمال، الله يخليك يا رب، انا منتظر لسه تعقيب باشمهندسه تبعته. طيب على المهم طبعا اشكركم جميعا، واتمنى تكونوا استفدتوا حاجه النهارده باذن الله. التسجيل بقى باشمهندس عمر بقى الله يبارك له، هو اللي هيتابعكم في موضوع التسجيل ده. الله يبارك لكم يا رب. وان شاء الله ان شاء الله باذن الرحمن ميعادنا المحاضره الجايه ان شاء الله يوم الاحد الساعه 8 باذن الله. باشمهندس بشرى بتقول بالنسبه للحوادث الخارجيه، اتفضلي باشمهندس بشرى اتفضلي. بالنسبه للحوادث الخارجيه تمام. لو حسبناها بالالف للطوبه في المشروع كليا تمام. مثلا بشرى مش عارف يعني ايه لو حسبناها بالالف للطوبه، ولا في لسه تعقيب على حاجه تانية في المشروع كليا يعني، مش فاهم، مش فاهم النقطه ايه. تكلفته مش هتكون ذات قيمه مقارنه بالايه، بالحراره. بالحراره سيغطي على فتره عمر المبنى. بص يا باشمهندس بشرى، الراحه الحراريه، الراحه الحراريه. ايوه باشمهندس بشرى بتتكلم في نقطه اللي احنا كنا بندرسها دايما في الكليه، يقول لك احنا بنخلي الخارجي كله 25 عشان نقلل من الحراره وعوامل الجو والكلام ده كله. ده اوكي احنا درسناه في الكليه، يقول لك كان دايما يقول لك خلي الداير كله للمبنى 25، اوكي 25 او بلاط او بلوك 25 تمام خلاص، عشان عزل الحراره والصوت والحاجات دي، ده احنا درسناه في الكليه تمام. بس انا بتكلم في نقطه ثانيه بقت حاجه اساسيه اكتر من كده. احنا بنتكلم عن عزل الحراره وفي الكلام ده كله ماشي، اوكي الكلام صحيح مش غلط، ده اللي احنا درسناه علميا في الكليه. بس اللي انا بتكلم فيه نقطة تانية أهم، يعني في بعض الناس النهاردة بيقول لك طب أنا أوجع قلبي ليه؟ ما أنا كده كده هعملها 12. أوكي؟ في ناس بتعملها 12 ويقول لك أنا في عندي محارة هنا خارجي وداخلي والكلام ده كله وتكييفات، وناس بتحسبها كده. بس أنا بقول إن في نقط دلوقتي بقت في الواقع دلوقتي أهم كمان من نقطة العزل الحراري أو الصوتي، إن أنا أحياناً بتحصل كوارث في الواجهات. بالذات لو عندي واجهة تجارية. خلاص؟ الواجهة التجارية بتركب عليها يوفط كبيرة. تمام؟ اليوفط الكبيرة دي أحياناً بتقع وبتسبب كوارث طبعاً. كيرتن وول احيانا برضو بيقع. فلازم لو انا عندي واجهه
خلاص محتاج ان انا عليها احمال او يبقى عليها احمال، يبقى ده عنصر اساسي من الحراره، من العزل الحراري والعزل الصوتي، لا يبقى لازم يكون ده 25، ده اساسي. فهمتني هندسه؟ ده اللي انا كنت اقصده، يعني بقول لك ان في حاجه اهم بالنسبه لي جدا ببص لها في كده. وضحت يا هندسه؟ اوكي. ما التكلفه تذكر، انا عارف التكلفه فعلا هي لا تذكر فعليا، انا مش بتكلم في مرحله التكلفه، بس انا بتكلم ان في نقاط بنحب نضيفها لنقطه العزل الحراري والعزل الصوتي بالنسبه للنقطه دي. تمام يا هندسه؟ اوكي. ليك اي استفسار؟ تمام يا باشمهندس. انا بتكلم من الواقع العملي في الشارع، يعني في الموقع. تمام، ماشي يا هندسه، شكرا لكم جميعا، واتمنى تكون محاضره خفيفه واستفدنا منها حاجه، وان شاء الله انتظركم على خير باذن الله جميعا في المحاضره القادمه باذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.